بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات، ويا رب دايما أيامنا كلها أعياد وأفراح، ودايما النادي الأهلي هو مصدر الفرحة والسعادة لجماهيره في الجانب الرياضي. النهاردة عندنا حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي، واللي هيكون للقاء مهم جدا 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 بين الأهلي وسان داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. هي محطة مهمة جدا جدا في طريق النادي الأهلي لحصد اللقب العاشر من الأميرة الأفريقية إن شاء الله. هتكلم كتير عن الماتش والتحليل، وهنتكلم في حاجات كتير جدا، سواء أنا أو ضيوفنا الكرام، وهنتكلم على الجانب الفني. لكن قبل ما يعني أنا ما كنتش أتمنى إن أنا أتكلم في حاجة غير عن الماتش بتاع النهاردة، عشان مركزين فيه قوي، حتى وإحنا محللين أو إحنا كجمهور مركزين فيه قوي قوي قوي. بس في حاجة لفتت نظري، دي يعني مش عايز أقول عيب في حقنا، ده عيب في حقنا بصراحة. الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه مبالغ فيه جدا 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 وغير حقيقي، مش حقيقة خالص، وتحول لمزايدات، يعني مش عايز أقول فيها حاجات تخطط الحدود، ومش جمهور النادي الأهلي اللي بيعمل كده، ولا احنا كعادتنا سواء كلعيبة نادي أهلي، كمجالس إدارات نادي أهلي، أعضاء نادي أهلي، أو جمهور النادي الأهلي بيتكلم في الموضوع ده خالص، ولا بيثير، يعني مش عايز أقول اشمئزاز، يعني ملوش في الكلام ده خالص جمهور النادي الأهلي. عايز أتكلم في موضوع الناس خدوه بعيد قوي. ناس مين اللي هم مش الأهلوية، راحوا القصة غريبة جدا، بعيد جدا 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 عن تفكير وسلوكيات وأخلاقيات ومبادئ وقيم النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. قصة خيالية كده، البعض بيدعي فيها العنصرية ضد كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك. بالتأكيد بالتأكيد لا توجد عنصرية وتنمر خالص في الرياضة المصرية، على الأخص من النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. ده شيء مختلق تماما، عشان البعض بس بيحاول إيه؟ بيداري بيه حاجات تانية، عشان العقوبة اللي حصلت اللي هي اللي من وجهة نظري مخففة جدا. قبل ما أتكلم في الموضوع ده وأخش في التفاصيل، أنا أولا من الناس كأهلاوي اللي مفيش خلاف على موهبة محمود عبد الرازق شيكابالا كلاعب كورة، مهاري وفنيات عالية مفيش كلام عليها، أنا من الناس اللي بقدر فيه الحتة دي قوي 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 كمان، وعلى عيني وعلى راسي كل حاجة إلا حاجة واحدة بس، التصرفات الغير الأخلاقية المتكررة مع جمهور النادي الأهلي. كلنا شفناه في ماتش القمة الأخيرة شيكابالا والحركة اللي عملها الجمهور النادي الأهلي الغير أخلاقية، الحركة الغير أخلاقية، تصرف أكيد ما يصدرش عن لاعب كرة مشهور بمثابة نجم، وما يصدرش كمان عن لاعب كرة مشهور بمثابة نجم في نادي بحجم نادي الزمالك. لكن للأسف بدل ما نشوف حد يقول مثلا عيب اللي حصل، لا الكلام ده غلط. انا بقى قريت حاجات غريبه جدا، اللي يقول لك ايه اصل هو ما كانش عايز يطلع دلوقتي، ده خلي بالك ده اللي قال كده مسؤول من مسؤولين نادي الزمالك، يعني حاجه مضحكه، قال لك ايه اصل هو كان بيشاور على الجزمه وبيقول لكارتيرون انت لو قعدتني كمان شويه هجيب جول برجلي دي، ولما شاور مره تانية قال له هجيب جول ايه، يعني حاجه ما تخشش الدماغ اصلا. ده غلط اللي حصل من شيكابالا، غلط، محدش يقدر يقول ان ده صح، حتى لو خلي بالكوا اللي حصل مش تنمر. هتيجي تقول تنمر، ده انا هحكي لك على حاجات كتير جدا وعلى لعيبه كتير جدا، بقول لك ايه، تتكلم على لون عشان الجمهور النادي الاهلي شتم شيكابالا عشان العنصريه والتنمر عشان لون بشره، اذا كان احنا عندنا مستر موسيماني والطقم بتاعه كله لون بشره سمراء، احنا كان عندنا لعيبه كتير قبل كده، ما احنا عندنا اليو ديانج بشره سمراء، اجاييه بشره سمراء، احنا كان عندنا ربيع ياسين، محمد عباس، اسامه عرابي، تامر حفني، ازاي يعني؟
ولا تزعل، بلاش لعيبه النادي الاهلي، كل اللعيبه الافارقه اللي جولنا، جيلبرتو، فلافيو، كل اللعيبه الافارقه اللي جولنا، ما هم اصحاب بشره سمراء. بلاش دي. اصحاب البشره السمراء اللي في الزمالك اللي كان بيقدرهم وبيحترمهم جمهور النادي الاهلي وكان كمان بيشجعهم. من ايام يمكن انتوا ما تعرفوا يعني الشباب بتوع اليومين دول ما يعرفوش الكلام ده. عمر النور، نوح ادم، كابتن طه بصري، كابتن ابراهيم يوسف، كابتن اسماعيل يوسف، عمرنا ما سمعنا حاجه زي كده. كابتن احمد الكاس لعب في الزمالك فتره، عمرنا ما سمعنا عنهم اي حاجه، ولا تنمر ولا عنصريه، بالعكس الناس دول محبوبين من جمهور النادي الاهلي وما زالوا محبوبين حتى الان. طب مين بقى اللي بيدافع عن حاجات غير اخلاقيه؟ انا بقول الراجل ده نجم وموهبه، بس لازم النجم والموهبه والنجم ده تصرفاته على قد النجوميه. النجم ده هو نجم ليه؟ هم احنا بنقول عليه نجم ليه؟ عشان الموهبه بتاعته بس؟ لا، النجم نجم بكل تصرفاته، بكل تصرفاته جوه الملعب وبره الملعب. طب ما اللعيبه كلها ياما اتشتمت، اللعيبه كلها ياما اتشتمت، ومش شتيمه اللي هي شتيمه يعني مثلا واحد كان يضيع فينا فرصه، يا اخي بقى كان الجمهور، يا اخي بقى بطل قرف، هو عادي. انما رد الفعل هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، رد الفعل هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. تصرفاتك على قد نجوميتك، انت قدوه، قدوه لشباب كتير جدا. الدفاع بقى اللي هو عن شيكابالا الفتره اللي فاتت، كان مثلا شيكابالا جاب دوري مثلا ابطال افريقيا للزمالك بالقاضيه مثلا، حاجه زي كده يعني. حصل هجوم رهيب جدا جدا متبادل بين الحضور في المقصوره الاماميه عند خروج شيكابالا، ماشي، والبعض وجه كلام او لوم لشيكابالا، ده وارد برضو جدا عادي، مفيش بتحصل طول عمرها بين اللعيبه والجمهور. ولكن اللي اتقال بقى، وان انت تاخدني في سكه تانية بتاع التنمر وتعصب للون والبشره، لا طبعا. انا هنا خلي بالكم ما بدافعش عن جمهور النادي الاهلي او اللي حصل، انا بتكلم عن واقعه حصلت، واقعه اللي حصلت ما كانش فيها لا تنمر ولا تعصب ولا قله ادب من جمهور النادي الاهلي شيكابالا. وخلي بالكم، ماشي انتوا بتتكلموا على الماتش اللي فات، طيب تعال نرجع كده لورا شويه. هل دي اول مره يحصل تصرف غير اخلاقي من محمود عبد الرازق شيكابالا لجمهور النادي الاهلي؟ لا طبعا. ده انا لو اجيب له ده ممكن يتعمل لنا شريط فيديو مثلا مده ساعه. ده خلي بالكم انا بتكلم على ايه؟ على تصرف لا اخلاقي عمله شيكابالا مع جمهور ايه؟ النادي الاهلي. مع جمهور النادي الاهلي بصوره تستفز الجماهير. كويس؟ الصوره دي بتزرع فتنه بقى بين جمهور الناديين، لان جمهور بيدافع وجمهور بيهاجم وجمهور بيقول انا ما عملتش كده، وشيكابالا عايز ياخدنا في حته تانية، واللي بيدافع عنه عايز ياخدنا في حته تانية، وجمهور او الناس بتدافع وبتقول بالكذب ان ده حصل فعلا وهو ما حصلش اصلا. وجبت لكم امثله للعيبه في نادي الاهلي ولعيبه في نادي الزمالك بنكن لها كل احترام وتقدير حتى الان. انما انت كلاعب ما يصحش ابدا انك تتصرف التصرفات غير الاخلاقيه دي ابدا. هو خلي بالكم، هو ده اللي بيتكلم دلوقتي، مش ده جمهور الزمالك اللي من اسبوع لو فاكرين ماتش الزمالك والمقاولين سبوا الكابتن عماد النحاس مدير الفني للمقاولين العرب بأبشع الألفاظ، وكلنا كنا سامعينها. الراجل ما اتحركش من مكانه، كل اللي قاله راح جاي عامل لهم كده رمضان كريم. ده تصرف، هي دي النجومية. مش النجومية بقول لكم ايه، حتى لو الجمهور اساء ليا، بس بعيد عن التنمر والتعصب، لان انا متاكد مليون المية ان ما حصلش من جمهور نادي الاهلي، بس هو ده التصرف اللي يخرج من نجم، يصدر من نجم، هو ده التصرف. طول عمرنا بنشوف نجوم كبار جدا الجمهور بيهاجمهم،
مره واثنين وثلاثه وعشر، مفيش مشكله خالص. ماشي حقكم عليا، انا غلطان، مفيش مشكله. انما حتى انت كنجم لو في اساءه، اتعلمنا كده في الكوره، اتعلمنا كده، احنا اتعلمناها في النادي الاهلي، ما تردش الاساءه باساءه ابدا، ما تردش الاساءه باساءه، مع اقتناعي التام ان جمهور النادي الاهلي لم يسيء لشيكابالا في حته تنمر او عنصريه. لا، مش النجوميه انك تدخل في صدام مع الجمهور بمبرر او بدون مبرر، لا، لان حضرتك كنجم، كنجم اي كلمه منك او اي اشاره منك محسوبه عليك، محسوبه عليك. شفنا كم هجوم، مش عايز اقول بقى زايد عن الحد، من جمهور نادي الزمالك، ويقول لك ان جمهور النادي الاهلي عمل كذا وكذا 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 وكذا، حاجات ما شفناش خالص، بيتكلموا على حاجه تانية بعيده خالص. طيب ماشي، وجمهور سعادتك، جمهور سعادتك اللي كان موجود في ماتش المقاولين، مش ده كان جمهور؟ عشان هم عمالين يقول لك ايه، اصل جمهور النادي الاهلي دخل ازاي ماتش الاهلي والزمالك، زي ما جمهور سعادتك دخل ماتش المقاولين، زي ما جمهور سعادتك دخل ماتش انبي. طب ماشي، محمد طلعت لو فاكرين، لعيب الانتاج الحربي في ماتش الزمالك والانتاج، لما اتشتم بقى على الفاظه، وبقول لكم ايه بقى، احنا كنا سامعينها، ماتش كان مذاع وكنا سامعين اللي بيتقال من جمهور نادي الزمالك اللي كانت ماليه جزء من الملعب. مين دخل دول؟ طيب بلاش دي، دخلوا كده محدش شافهم، كانوا لابسين طاقية الإخفاء. شفنا هجوم عليه على اللعيب ده محمد طلعت من لعيبة الزمالك في الملعب، يا ريت كمان لعيبة الزمالك بس، والمدرب العام كابتن أسامة نبيه اللي المفروض ان هو قدوة. وشفنا كابتن أسامة نبيه عمل ايه مع محمد طلعت، وخلي بالكم اتحاد الكورة في الواقعة دي ودن من طين ودن من العجين، ما شفناش أي عقوبات. بصوا، بلاش تحولوا الكلام عن مجراه، لأن أنا عايز أقول لكم حاجة، مش ده اللي حصل، يعني الادعاءات الكاذبة اللي حصلت دي، مش ده أسلوب جمهور النادي الأهلي أبدا، ولا لعيبه النادي الاهلي، ولا مجالس ادارات النادي الاهلي، ولا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ولا رؤساء مجالس اداره النادي الاهلي على مدار الزمن، على مدار الزمن، ان انت بقى تدخلني في حاجه حصلت عادي وبتحصل عادي جدا 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 بين جمهور ولعيب من الفريق الخصم، وتقول لي تنمر وعنصريه وبشره سمراء، ده كمان ايه؟ بقول ايه كمان؟ ده يعني لو حصل وده ما حصلش، وتفخم الموضوع وتزرع فتنه بين الناديين من لا شيء؟ لا طبعا، لا طبعا، حاجه ما حصلتش وكلنا متاكدين منها. ما قلت لكم بالاسماء، قلنا لكم بالاسماء، سواء هنا في الفريق، في فرقه النادي الاهلي او فرقه نادي الزمالك، يا منجوم اصحاب بشره سمراء، يا راجل ده احنا اصلا المدير الفني بتاع النادي الاهلي صاحب بشره سمراء، مش هو لوحده، بكل الجهاز اللي معاه. انا كجمهور نادي الاهلي هشتمك عشان بشرتك السمراء؟ استحاله، استحاله، ولا تحصل حتى، مش عايز اقول من مثلا عيل صغير مثلا يكون ما بيدركش، لا، ولا تحصل من اي حد من جمهور النادي الاهلي، مش دفاعا عن جمهور النادي الاهلي، ولكن دي الحقيقه. الحقيقه بقى ان اللي انت تسمعها مني بقى، الحقيقه ان اتحاد الكوره جامل سعادتك لما قرر ايقافك مباراتين بس. المفروض اللقطه دي اللي احنا شفناها المتكرره، طيب هنقول يا سيدي انت كاتحاد كوره او لجنه بقالك فتره بسيطه مش متكرره بالنسبه لك، اول مره تحصل، عقوبتها ماتشين. ده اصلا يعني حته الماتشين دي كانت صدمة لينا كبيرة جدا، إن بعد الحركة دي يتوقف شيكابالا ماتشين بس، مع احترامي الكامل لشيكابالا كلاعب كورة
وكان نجم. انما فين لائحه العقوبات في اتحاد الكوره لمنظر زي اللي احنا شفناه دوت الماتش اللي فات؟ هل في لائحه؟ ما دي لو لائحه تبقى لائحه عقيمه جدا جدا جدا. لو على الكيف يبقى خلاص، يبقى اي لعيب بعد كده ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يعمل اي حاجه. وانت كده مش بتزرع فتنه بقى، لا ده انت، ده انت كده انا بقول لاتحاد الكوره عقوبه هشه. هل في لائحه بكده؟ لو على المزاج انت كده دخلت نفسك في مشاكل كتير جدا بعد كده هتحصل وهتشوف. طب تعالوا بينا امبارح، ولا تزعل مش هنروح بعيد، مش امبارح كان في ماتش بين نادي الزمالك ونادي انبي؟ طيب كنا سامعين اعداد الجماهير ولا ما كناش سامعينها؟ كنا سامعين ان في جمهور كتير جدا في الملعب ولا لا؟ كان زايده ولا مش زايده؟ طب عملوا ايه الجمهور اللي كان في الملعب؟ عملوا ايه؟ انا هقول لكم حاجه، من الناس اللي الواحد بيقدرها جدا من لعيبه نادي الزمالك والقدام كابتن حلمي طولان، واحنا بنقدر لعيبه كتير جدا من نادي الزمالك على مدار تاريخه، ولكن الكابتن حلمي طولان هتحدث عنه عشان هو كان المدير الفني لإنبي امبارح في ماتش الزمالك. الراجل خد كميه شتيمه وسباب وتجريح بصوره غريبه في امور شخصيه وغير مبرره وبعيد عن الكره خالص. طب ايه المطلوب من الكابتن حلمي يعمله علشان الراجل ده لما قام بيدي تعليمات للاعيبته؟ ما هو ده راجل بيحب شغله، ما لو كان عندك في نادي الزمالك هيحب شغله برضه. ده بالعكس، ده فخر ليك ان ابن من ابناء دي، من ابناء نادي الزمالك زي الكابتن حلمي طولان بيتسم بالصفات دي، بالاخلاقيات العاليه، بالسلوكيات الهائله في تعامله مع الناس. طيب انت بتشتم الكابتن حلمي طولان ليه؟ يعني احنا انا بتكلم، بص بقول لك ايه، هو الموضوع خارج عن عن نطاق، يعني انا المفروض بنتمي لنادي الاهلي، بس انا بتكلم واقعة قصاد واقعة. طيب فين الناس بقى اللي كانت على السوشيال ميديا وفي قناة الزمالك واللي تعرض له الكابتن حلمي طولان امبارح؟ اتكلمتوا عنه؟ والكابتن حلمي طولان من اكتر الناس احتراما، يعني انا على مدار التاريخ من ساعة انا ما اتولدت لحد النهاردة انا ما شفتش كابتن حلمي طولان بيغلط في حد خالص. الراجل امبارح يعني، وده نادرا ما يحدث من الكابتن حلمي طولان، كان هيخرج عن شعوره، كان هيخرج فعلا عن شعوره. ما شفناش بقى حد من الزمايل الافاضل اللي في قناه الزمالك ومدعين الفضيله على السوشيال ميديا قال ان ده غلط. حتى الكابتن حلمي في المؤتمر الصحفي استغرب، قال انا مش عارف الناس دي عامل لها ايه، الناس دي عايزه ايه. وبعدين تيجي تبص على السوشيال ميديا تلاقي كم كبير جدا 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 من الفيديوهات لشيكابالا بيتعرض لشتايم ولفتات. منين بقى؟ هقول لكم انا منين؟ من جمهور نادي الزمالك والمسؤولين بتوع نادي الزمالك، وياما دخل في اشتباكات مش مع جمهورنا احنا، مش مع جمهور نادي الاهلي ولا جمهور الخصم، اي خصم ولا جمهور الانديه الثانيه، لا ده اشتباكات وسباب ومش عايز اقول مشاحنات كمان يعني زايده عن الحد باسلوب مش كويس. فيديوهات موجوده، فيديوهات موجوده مع جمهور نادي الزمالك نفسه. انا ما بقولش حاجه من عندي، كل ده موثق وحضرتك ممكن تشوفه على اليوتيوب على اي حته، موجود موجود. طيب دور لي انت، حضرتك دور لي على السبب في كده وعالج الامر من اساسه من عندك، من عندك، مش تقول لي عنصريه عشان ايه. خلي بالكم، بص هي سكه وحاجات قديمه قوي، يعني احنا برضو اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في حلقه سابقه وقلنا ساعات ياخدك في حته عشان يتوهك عن حاجه تانية. يعني احنا بنقول الراجل ده خد ماتشين، احنا شايفين الماتشين لا دي عقوبه، مش عايز اقول دي مش عقوبه، دي مش عقوبه، ده انت بتحسس، يعني انت بتحسس عليه وبتطبطب عليه، دي مش عقوبه. يوم هو واخدك في سكه تانية قال يعني العقوبه دي بقى ما يستحقهاش شيكابالا، فياخدك في سكه بعيده خالص حته العنصريه والتنمر عشان يهرب
من التصرف الغير اخلاقي اللي حصل، عشان ما تقعدش تتكلم عن العقوبه الهشه اللي اتاخدت. انا خلصت اللي عندي في الجزء ده، وكان لازم اتكلم فيه، انا ما كنتش عايز اتكلم فيه، ولكن للاسف حصل، فعشان كده كان لازم اتكلم فيه. ده بعيد عننا جدا 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 كنادي اهلي، بجمهوره، بمجالس ادارته، بلعبته، بكل حاجه. تعالوا نروح بقى الماتش النهارده، ونروح لزميلنا فاروق صلاح، ونعرف منه اخر الاجواء قبل مباراه الاهلي وصن داونز الليله. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله يوم يكون موفق لفريق النادي الاهلي النهارده في مواجهه فريق ماميلودي سان داونز في مباراه الذهاب لدور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. مباراه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. احنا موجودين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، واخر استعدادات لفريق النادي الاهلي لمواجهه فريق ماميلودي سان داونز. طبعا زي ما قلنا يا كابتن ايمن، مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، خاصه مباراه الذهاب بيتوقف عليها امور كتير جدا، ودي واحده من النقاط المهمه جدا اللي كان مستر بيتسو موسيماني حريص ان هو يتكلم مع اللاعبين على اهميه مباراه الذهاب. احنا هنلعب 180 دقيقه مباراه هنا في القاهره، ثم مباراه في بريتوريا، ولكن مستر بيتسو موسيماني في كلامه مع اللاعبين ضروره استغلال مباراه الذهاب وضروره استغلال البدايات. طبعا فريق النادي الاهلي كان اختتم استعداداته بالامس على استاد الاهلي والسلام، ثم كان عقب مران الاهلي كان التدريب لفريق ماميلودي سان داونز، ثم المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني وايضا رولاني ومنكوبا المدير الفني لفريق ماميلودي سان داونز. مستر بيتسو موسيماني يعني في المران كان حريص ان هو يجتمع مع اللاعبين ويشرح بعض النقاط الفنيه اللي خاصه بفريق ماميلودي سان داونز. طبعا اللي نقدر نقول ان الاهلي بالنسبه لسان داونز كتاب مفتوح، وايضا سان داونز بالنسبه للنادي الاهلي كتاب مفتوح، وده يعني المواجهه الثالثه لي على مدار اخر ثلاث سنوات جمعت ما بين النادي الاهلي وماميلودي سان داونز. نقدر نقول ان المباراه للفريقتين يعني كتاب مفتوح سواء للاهلي او لسان داونز. مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين على ضروره استغلال الاخطاء اللي الفريق وقع فيها في المباراه السابقه، وضروره اقتناص الفرصه وتحقيق نتيجه ايجابيه ان شاء الله في مباراه الذهاب تريحنا كتير طبعا يا كابتن ايمن في مباراه العوده في بريتوريا. يعني عقب المران اللي شهد حاله من الجديه والحماس ما بين اللاعبين، الجميع تسابق يعني لنيل ان هو يكون موجود في التشكيل الرئيسي. طبعا مستر بيتسو موسيماني مش هيغير كتير في التشكيل اللي خاض بيه المباراه الاخيره، خاصه مباراه الزمالك، بيميل طبعا للاستقرار في ظل طبعا ان هو عنده غيابات، غياب علي معلول واستمرار غياب علي معلول وحمدي فتحي وايضا اكرم توفيق وسعد الدين سمير. لكن مستر بيتسو موسيماني قال انا بثق في اي 11 لاعب موجود في النادي الاهلي، كان بيتمنى طبعا، قال كنت اتمنى ان علي معلول يكون موجود، حمدي فتحي، لكن انا عندي ثقه في لعيبه النادي الاهلي. تحدث عن مواجهه فريق سان داونز وقال طبعا هي مباراة قوية جدا قدام فريق سان داونز، لكن احنا قادرين على تحقيق الانتصار. بينما الرولاني ومنكوبا المدير الفني لفريق سان داونز قال انها مباراة القرن، واتكلم عليها انها مباراة قوية جدا، وقال ده الفريق اللي خرجنا من البطولة الموسم الماضي ولم نستطيع التغلب عليه سواء في القاهرة أو في بريتوريا، ولكن يعني أنا عندي حالة من الشغف في مواجهة فريق النادي الأهلي، وأنا بتوقع أن واحدة من أقوى المباريات، خاصة أنت بتلعب أمام الفريق المرشح الأقوى للبطولة. لو هنتكلم على كواليس اليوم النهاردة، فريق النادي الأهلي تناول اللاعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة العاشرة صباحا، ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية ظهرا، محاضرة فنية لمستر بيتسو موسيماني كان في تمام الساعة الخامسة. طبعا مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين على كل الأمور الخاصة سواء يعني الثغرات أو النقاط القوة والضعف في فريق ماميلودي سان داونز. النهاردة من النقاط المهمة جدا كان حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر إقامة الفريق، اللي كان حريص على الاجتماع مع اللاعبين والشد من أذر اللاعبين وحث اللاعبين على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء. طبعا اجتمع مع اللاعبين واجتمع مع الجهاز الفني وادى رسائله للاعبين واتكلم معاهم في بعض الامور والنقاط الفنيه يعني والتحفيزيه للاعبين، خاصه ان الكابتن هيكون هو رئيس البعثه اللي ان شاء الله اللي هتتوجه الى بريتوريا وان شاء الله في مباراه العوده. طبعا عقب المحاضره او عقب الاجتماع الكابتن الخطيب مع الجهاز الفني واللاعبين في حاله من الجديه ايضا والحماس، ورسائل الكابتن الخطيب للاعبين كان ليها يعني اثر بالغ على اللاعبين. طبعا النهارده من المقرر ان المباراه هيديرها طاقم تحكيم سنغالي بقياده الحكم مجيد نداي، هيعاونوا المليك سيمبا مساعد اول وجبرييل كامارا
مساعد ثاني الحكم الرابع عيسى صا ومراقب المباراه من السودان احمد ابو بكر. من المقرر يا كابتن ايمن ان النادي الاهلي هيكون ظهوره بالزي الرسمي للنادي الاهلي الرداء الاحمر، بينما فريق ماميلودي سان داونز هيكون بالزي الاصفر، ودي الامور اللي تم الاجتماع يعني الاتفاق عليها في الاجتماع الفني اللي هذا اللقاء. ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن ايمن للنادي الاهلي في هذا اللقاء، تكون مباراه مميزه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، ولاعيبه النادي الاهلي يكونوا قادرين على تحقيق الانتصار، تكون خطوه مهمه جدا قبل الخطوه اللي يعني الخطوه الثانيه ان شاء الله في بريتوريا. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن وكل مشاهدينا مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. وزي ما شفنا اهتمام الكابتن خطيب، والكابتن خطيب كلاعب كوره عارف ان الحاجات دي بتفرق قوي 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 مع اللعيبه، خصوصا قبل المباريات المهمه مباشره، بترفع الروح المعنويه، بتحسسنا ان الناس كلها ورانا، ان مجلس اداره النادي الاهلي برئيس مجلس ادارته ورانا، وان المهمه الصعبه ديت هم بيدعمونا فيها وهم معانا في كل وقت وبيشدوا من اذرنا في كل وقت، فالحاجات دي بتفرق معانا معنويا كلعيبه. كابتن خطيب طبعا كان نجم كبير وعارف ان الحاجات دي بتفرق كويس قوي 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 مع لعيبه النادي الاهلي، و مش عايز اقول لك بقى انه مجرد وجوده، هي الجديه دايما في معسكرات لعيبه النادي الاهلي، على طول تلاقي الجديه، الصرامه، العزيمه، الاصرار، هو كمان راح عشان ياكد لهم الحاجات دي زياده، عشان يحسسهم ان هو واقف وراهم، ان هو قريب منهم، ان هو معاهم، عايش معاهم اللحظه، عايش معاهم الوقت دوت، زي ما كان لعيب هو بيتصرف كانه لعيب، هو حاسس باللعيبه. ماتش النهارده بقى ماتش من الماتشات الصعبه قوي، الصعبه قوي، لان المنافس منافس قوي جدا، بيقدم كره كويسه قوي. يمكن الناس اللي متابعينه عارفين ان هو الفتره اللي فاتت دي كلها معظم مبارياته بيقدم كره كويسه، عنده لعيبه على اعلى مستوى سواء ورا او نص الملعب او قدام، ومعاه كمان جهاز فني كوف. الجهاز الفني ده، الجهاز الفني ده اللي ماسك مدير فني لسان داونز كان مساعد ل مستر موسيماني في سان داونز زي ما كان ماسك سان داونز قبل كده، فيعرف كل كبيره وصغيره عن فرقه النادي الاهلي، ويعرف ازاي مستر موسيماني بيفكر، ومستر موسيماني عارف ازاي بيفكر. فالماتش النهارده الفرقتين كتاب مفتوح لبعض، الفرقتين عندهم الدوافع انهم يكملوا، النادي الاهلي عايز يكمل علشان يحافظ على اسمه كلقب، كحامل لقب دوري ابطال افريقيا، وكمان عينه على العشره. يعني ماتش النهارده محطه لحد ما نعدي ان شاء الله ونوصل ان احنا نجيب البطوله العشره. الماتشات اللي زي دي بقى اكلم حضراتكم فيها، هي بتبقى كانها شوطين، شوط اول وشوط تاني. الشوط الاولاني عندنا هنا، الشوط الاولاني عندنا هنا، الشوط التاني في جنوب افريقيا. اتعودنا لما تكون الفرق فيه تكافؤ بينهم من بعض او قريبين في المستوى من بعض ان الحسم بيبقى في اللقاء التاني بنسبه 90 95% الحسم بيبقى في اللقاء التاني، ولكن مطلوب من لعيبه النادي الاهلي النهارده تركيز واللعب بروح قتاليه، روح الفانيلا الحمراء، ده اللي احنا عايزينه منهم. احيانا خلي بالكم في الماتشات اللي زي دي الروح بتغلب على الفنيات، يعني ممكن ما تشوفش كره حلوه، ولكن بروحك العاليه، بتصميمك، بإرادة الفوز اللي عندك، ان انت عندك هدف بتسعى له وعندك دوافع كبيره جدا عشان المحافظه على اللقب وبتبص على اللقب العاشر، ده كله يديك افضليه في المباراه لو نزلت من بدايه المباراه بالفكر ده والروح القتاليه العاليه دي. انا بتكلم بعيد عن اي فنيات، ده ممكن يديك الماتش، ممكن ده يحسم لك، مش يحسم لك الماتش في نتيجه اللقاءين، لا، ممكن يحسم لك الماتش هنا بنتيجه مطمئنه بعد الشيء، عشان لما تروح هناك في جنوب افريقيا ما يبقاش في ضغوط عليك كبيره قوي، تبقى الضغوط على الخصم اكتر، وده اللي نفسي يعمله لعيبه النادي الاهلي النهارده. يعني انا نفسي في نتيجه مطمئنه تطمنا شويه وانت رايح، هو حتى لو انت عملت نتيجه مطمئنه بعض الشيء، لو في بعض الجمهور بيتكلم عن 2 و3، انا نفسي المهم الاول
ما يجيش فينا جول، دي أول حاجة. تاني حاجة نبقى نتكلم بقى على الاثنين والثلاثة دول في الملعب نفسه، في الماتش نفسه. المهم البداية إنك بتجيب الجول الأول وبعدين تحافظ عليه وتقدر تجيب جول تاني، ولو في إمكانية تقدر تجيب جول تالت تجيب جول تالت. النهاردة أنصاف الفرص تفرق كتير جدا 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 مع النادي الأهلي. أنصاف الفرص في مباراة زي ديت تفرق كتير جدا. حط الضغوط عليهم، ما تحطش ضغوط على نفسك في ماتش العودة. لأن الماتشات دي ما بتتحسمش من المباراة الأولى. لا، بتتحسم من مباراة تانية، ولكن حضرتك كلاعب نادي أهلي هنا لما تنزل، تنزل مصمم على المكسب، تنزل بروحك العالية اللي احنا عارفينها عنكو، هتخلص هنا بإذن الله رب العالمين وتنقل له الضغوط عنده ماتش العودة بإذن الله رب العالمين. البعض شايف إن وجود مستر موسيماني كمدير فني للنادي الأهلي بيسهل شوية من مهمة الأهلي في الناحية في الفنية كالتعامل مع لعيبة سان داونز. هي ممكن وممكن لا، عادي، لأن هم برضو عارفين مستر موسيماني، ولكن إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في مستر موسيماني كمدير فني، عندنا ثقة كبيرة جدا في لعيبة النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي اللي النهاردة بإذن الله إن شاء الله يشرفونا ويسهلوا المأمورية نوعا ما عليهم ويدونا نتيجة مطمئنة بعض الشيء لمباراة العودة. هي المهمة مش سهلة، المهمة مش سهلة، لأن يمكن مستر موسيماني قال حاجة ودي برضو خلي بالكو، لما نيجي نتكلم عن مشوار الفرقتين وإزاي وصلوا، تعرفوا إزاي وصلوا حضراتكم. سان داونز وصل كأول مجموعته، نادي الأهلي وصل كتاني مجموعته، ولكن ده ما يدلكش مؤشرات مستقبلية لحاجة خالص. والدليل على كده، الدليل على كده الموسم قبل الماضي سان داونز كسب النادي الأهلي هناك هزيمة ثقيلة شوية، وفي العودة احنا كسبنا 1-0 كويس. سان داونز ما خدش البطولة، سان داونز خد البطولة سنة 2016 لما كسب الزمالك في الفاينل، وكأن الزمالك ليه دور مشترك وعامل أساسي في البطولات الأفريقية، كان برضو مع مستر موسيماني. والسنة اللي فاتت نادي الأهلي كسب نادي الزمالك في الفاينل بالقاضية مع مستر موسيماني. فمستر موسيماني يمكن قال بعض من الكلام اللي أنا قلته من شوية، إن مش معنى إن أنا دخلت تاني كنادي أهلي وسان داونز دخلت كأول مجموعة ده يدي مؤشرات لحاجة، لا، ما حدش يعرف مستقبليا ايه اللي ممكن يحصل. احنا بقى انا بقول لحضراتكم، احنا السنه اللي فاتت دخلنا لو تفتكروا اخر مباراه كانت في السودان مع الهلال السوداني ودخلتنا بعد كده لدور الثمانيه واحنا خدنا البطوله وكنا مدخلين تاني مجموعتنا. وبعدين هتقول لي النادي الاهلي معروف بيلعب ازاي، طب ما ده عادي، بس مش معنى كده ان النادي الاهلي اي حد يقدر يغلبه. طب ما برشلونه الناس كلها عارفه بيلعب ازاي، معنى كده انه يخسر كل ماتشاته؟ لا، ما بيحصلش. ده مش مؤشر لحاجه، ده مش مؤشر لحاجه، انما المدربين عارفين بعض الافكار، بس ظروف المباراه نفسها جوه بيبقى ليها تعاملات خاصه سواء من المدير الفني او اللعيبه، سواء من المدير الفني او اللعيبه. يعني تعالوا نشوف الاهلي وسان داونز في المواجهات بتاعتهم. الاهلي واجه سان داونز 8 ماتشات من قبل كده، 8 ماتشات. النادي الاهلي حقق الفوز 4 مرات، وتعادلنا في 3 مباريات وخسرنا مباراه وحيده. ان شاء الله ان شاء الله، ولو ان انا حته التاريخ دي ما تهمنيش قوي، ولكن الارقام ساعات ساعات بتهمني بعض الشيء. اتمنى ان شاء الله، طبعا التاريخ في صالحنا وده باين، اتمنى ان شاء الله ان التاريخ يقف معانا المره دي وتستمر الانتصارات الحمراء على فريق سان داونز ان شاء الله باذن الله. خلي بالكم النهارده دي النسخه الثالثه على التوالي اللي احنا فيها بنواجه سان داونز. قلت لحضراتكم 2019 خسرنا في جنوب افريقيا وبعدين كسبنا هنا وهم دخلوا بفرق الاهداف طبعا، والسنه اللي فاتت احنا كسبناهم 2 هنا وتعادلنا 1-1 وكملنا وخدنا البطوله بالقضيه على حساب نادي الزمالك في النهائي. فالنهارده ان شاء الله ان شاء الله كانه
فاينل، كأنها كل مباراة دلوقتي بيلعبها النادي الأهلي في طريقه للمحافظة على اللقب، وإن أنا بسعى إن أنا أخد البطولة العاشرة، كل مباراة كأنها فاينل، كأنها فاينل. بالتأكيد النسخة الحالية كان فيها مشوار جيد للفرقتين من الأدوار التمهيدية حتى مباراة اليوم. تعالوا نشوف كده مشوار الفرقتين من أول ما بدأوا. تعالوا نشوف مشوار النادي الأهلي في البداية. أدي الأرقام معانا اهي. مشوار النادي الأهلي في دور الـ 32، الأهلي كسب سونديب بطل النيجر 4-0 في مصر و1-0 في النيجر المباراة الأولانية. في المجموعات بقى الأهلي كسب المريخ السوداني 3-0 وخسر من سيمبا التنزاني 1-0 وتعادل مع فيتا كلاب 2-2، وبعدين بعد كده النادي الأهلي كسب سيمبا التنزاني هنا وكسب فيتا كلاب هناك واتعادل مع المريخ السوداني وتأهل كتاني ب 11 نقطة. نادي سان داونز كسب أول أربع مباريات، هو تأهل مبكرا، كسب أول أربع مباريات، يمكن بدأ في دور الـ 32 كسب في أول مباراة 3-1 وكسب في أول مباراة 2-0 بره ملعبه، وتاني مباراة على أرضه كسب 3-1، وبعدين كسب على أرضه الهلال السوداني 2-0 وكسب شباب بولزداد بره 5-1 وكسب مازيمبي 2-1، وبعدين ده دول اول اربع مباريات اللي هي اهلته مبكرا. بعد كده اتعادل مباراه وخسر اخر مباراه على ملعبه امام شباب بولزداد، بس كان مريح ناس كتير وبيلعبوا براحتهم وخلاص اهل اول مجموعه، فمش عايز اقول لك ما كانش مدي المباراه اهميه قوي، ولكن بيلعب براحته عادي. اللعيب اي لعيب لما بيبقاش فيه عليه ضغوط ساعات بيطلع اللي عنده حاجه كويسه، ولكن مستريح ان هو خلاص الماتش ده مش فارق معاه قوي، فايه وصل اول مجموعه مهما حصل هو اول مجموعه، فخلاص ما بتفرقش معاه قوي، ما كانوش مدين المباراه اهتمام كبير قوي عكس الفرقه الثانيه اللي كان لازم تكسب علشان تتاهل اللي هي شباب بولوزداد الجزائري. انا اتكلمت كتير يمكن جدا النهارده في موضوع العنصريه والتنمر اللي مش موجود اصلا، واتكلمنا شويه على ماتش الاهلي وسان داونز، وان شاء الله ان شاء الله نادي الاهلي يشرفنا النهارده ويعمل نتيجه باذن الله كويسه تريحوا شويه بعد شيء مباراه العوده ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، مشرفنا. اهلا بيك كابتن ايمن، التوفيق ان شاء الله. الله يخليك. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا بيك، مشرفنا يا كابتن. اهلا وسهلا بيك ايمن، كل سنه طيب. طيب الصحه والسلامه. كابتن علاء ميهوب، مشرفنا يا كابتن، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك ايمن. كابتن احمد بلال، اهلا وسهلا بيك كابتن، مشرفنا. اهلا بيك كابتن ايمن، ربنا يخليك. قبل ما ندخل مع ضيوفنا الكرام في الفنيات بقى والجانب الفني للمباراه، حاليا في مباراه بين كايزر تشيفز الجنوب افريقي مع سيمبا بطل تنزانيا، والنتيجه 4-0 وانتهت المباراه، 4-0 لكايزر تشيفز. المباراه الثانيه اللي لسه شغاله لحد دلوقتي شباب بولوزداد الجزائري مع الترجي التونسي، والنتيجه 2-0 لصالح شباب بولوزداد. نقول بقى سريعا تشكيل النادي الاهلي وبعدين نتكلم مع ضيوفنا الكرام عن الفنيات. تشكيل النادي الاهلي زي المباراه اللي فاتت بالظبط، محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، ايمن اشرف ناحيه الشمال، الاثنين اللي في القلب بدر بنون ورامي ربيعه، خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه اليو ديانج، خط الوسط الامامي والهجوم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الاطراف، وسطهم محمد مجدي قفشه ومهاجم وحيد محمد شريف. نقوله مره ثانيه، محمد الشناوي لحراسه المرمى، الظاهرين محمد هاني ناحيه اليمين، ايمن اشرف ناحيه الشمال، اثنين اللي في القلب بدر بنون رامي ربيعه، قدامهم خط وسط دفاعي عمرو السوليه اليو ديانج، خط الوسط الامامي والهجوم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الاطراف، محمد مجدي قفشه في وسطهم، ومحمد شريف مهاجم وحيد. البدلاء هيبقى علي لطفي، اجاييه، بواليا،
صلاح محسن، وليد سليمان، محمود كهربا، بيكهام، ياسر ابراهيم، محمود وحيد. بالنسبه لتشكيل سان داونز يبقى نفس طريقه لعب النادي الاهلي 4-2-3-1. تشكيل سان داونز هو جاي لنا على الورق 4-3-3، الاسامي كده ربنا يقدرنا عليها. دينيس اونيانج والحراس المرمى، مافوسا موديبا وريكاردو دو سانتوس على الطرفين ناحيه الشمال وناحيه اليمين، الاثنين اللي في القلب موسى ليبوسا وريفالدو كوتزي، والثلاثه اللي في نص الملعب سيفليل ماخوليس ومابوي وسابيلو مورينا، وقدام جاستن سيرينو وبيتر شالولي، ده الهداف الفريق ليه 3 اهداف على الاطراف، وجيفت موتوبا راس حربه في وسطهم. كاب شريف مواجهه صعبه جدا جدا بين فرقتين كبار، وكلاكيت ثالث مره لثالث سنه او ثالث بطوله على التوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. مواجهه صعبه ومهمه طبعاً. وتحدي جديد للاعبي النادي الاهلي وجهازه الفني. الحقيقه شخصيه النادي الاهلي النهارده يعني بتظهر في المباريات المهمه، وخاصه انك بتلاعب فرقه زي سان داونز. سان داونز انا بعتبرها في النسخه دي برازيل الكره الافريقيه، فرقه متكامله في جميع الخطوط من اول حارس المرمى لغايه جاستن سيرينو. الدنيا كانت بتتكلم عنه انه لعيب كويس جدا ومطلوب يعني. التركيز والاستحواذ اهم شيء في المباراه النهارده باذن الله. يعني انت لعبت قدام الزمالك المباراه اللي فاتت مباراه كبيره، كان عندك اكتر من 6-7 فرص، لو كنت استغليت الفرص دي كان هتبقى عندك فرصه انك انت تكسب سهل جدا المباراه، خاصه وانت تقدمت بهدف. صحيح. المعنى ايه اللي انا بجيب الخاصيه دي في المباراه اللي فاتت؟ اللي هي الفرص. النهارده الفرص يعني لازم تحترم، النهارده الفرص لازم تركز فيها. يعني انا شايف صور حسين الشحات ومحمد شريف النهارده الريكلام بتاعنا بتاع الماتش، وطاهر محمد طاهر، الناس دي النهارده لازم يبقى لها دور كبير قوي. صحيح. ومجهود كبير اكتر. انا بتمنى النادي الاهلي النهارده يطلع اول هاف تايم 2-0، ده غير ان احنا طبعا متفقين كلنا ان ممنوع اهداف باذن الله تزورنا، لان كل ماتش احنا بنلعبه بقالنا فتره بيبقى حظنا ان احنا بنتلقى هدف. انا مش هشوف الكلام ده باذن الله النهارده يعني ان شاء الله. ف المباراه السابقه البطوله السابقه انت ما خدتهاش الا وانت بتتفوق على اجمد الفرق، سان داونز، وداد، الزمالك، كويس. فانت شخصيه البطل والحفاظ على البطوله مطلوب جدا. انت وانت بتظهر شخصيتك في المباريات المهمه دي ما عندكش اي حاجه النهارده غير الحاله البدنيه بتاعتك انها تساعدك، نفس الاسلوب اللعب نفس الطريقه. ديانج يبقى موفق في افساد الهجمات بتاعه سان داونز كلها، بلاش يبقوا عندهم تواجد كبير عندنا في المنطقه بتاعتنا ناحيه ال 18، او يحسوا انك انت الضغط بتاعك ضعيف عليهم، سهل قوي ان هم يوصلوا لك. وهم انا عايز اقول لك على حاجه ايمن، انا ومن دلوقتي جاي اتفرج هم بيحضروا واحده واثنين وبينقلوا كويس قوي وبيعملوا الطويله، وعملوها فينا الماتش اللي فات اللي لعبناه هنا في الاستاد في اول ثانيه، الراجل راح على الشناوي وهو الجون. يعني بيبغتوك كمان ساعات لما بيحسوا ان انت ضاغط اي حاجه بالكور الطويله، ان عندهم سرعات يعني يمتلكها الهجوم بتاعهم كبيره جدا، وخاصه ان النسخه دي هم اكتر من النسخه اللي فاتت. في بقى حاجه ثانيه، الراجل المدرب بتاعهم النهارده بيقابل مدرب سان داونز القديم، نفسيا كده في تحدي بينهم هما الاثنين. هو عايز يثبت ان هو المره دي شكله احسن، نتائجه والسي في بتاعه في البطوله دي كسبان اول 4 ماتشات، عامل اداء 10 على 10. نفسيا هو حاسس ان هو متفوق يعني. فنفسيا برضو مستر موسيماني، في مدربين انا بشوفها بيبقى عندها شيء من الخبره كيفيه التعامل في مباريات مهمه، وهو الراجل ابرز لنا الشكل ده في مباراه الوداد بتاعت السنه اللي فاتت اللي احنا لعبناها. فانا النهارده باذن الله لعيبه النادي الاهلي يكون عندهم قمه تركيز، قوه بدنيه تتعامل مع الكوره، المس باص يبقى قليل جدا، الاحتفاظ بالكوره زي ما عملنا للثرو باص الباين لتحركات الفراوده اللي موجوده، مفيش تكاسل النهارده. الروح يعني العاليه، الروح العاليه طبعا دي اساس انك انت النهارده تحس ان مش 11 لعيب، لا احنا في الماتشات دي نحس ان احنا 15 20 لعيب في بعض. صحيح. فانا بتمنى لعيبه النادي الاهلي يكونوا على قدر المستوى النهارده والمسؤوليه، ويقدموا مباراه جيده يخرجوا بيها باذن الله بنتيجه طيبه للمباراه اللي هي ال 90 دقيقه الثانيه، اللي انا بعتبر ان المباراه دي 120 دقيقه مش 90 دقيقه باذن الله رب. كابتن علاء، هي مواجهه صعبه زي ما قلنا، ولكن هل صعوبتها في ان هي المواجهه الثالثه على التوالي بين الاهلي و بطل جنوب افريقيا سان داونز، ولا صعوبتها
علشان مستر موسيماني كان ماسك صن داونز قبل كده وهو المسؤول او المدير الفني المسؤول عن النادي الاهلي دلوقتي. لا هي الحاجه الثانيه مش موجوده امن، احنا في عهد احتراف ممكن ابقى في موسم واحد ابقى ماسك فرقتين في اي دوري في اوروبا او حتى هنا بيحصل عندنا هنا في مصر، لكن هو احتراف دلوقتي انا مدير فني للنادي الاهلي، كل تركيزي مع النادي الاهلي، الموضوع صن داونز بقى ماضي. حاليا انا مع النادي الاهلي فبركز مع فرقتي فريتي. مع فريق النادي الاهلي كوي. لكن صن داونز حاجه بقت مش موجوده في دماغ مستر موسيماني خلاص، الوقت هو مع فرقته. الحاجه الاولى هي ممكن المواجهه الثالثه بتبقى مش صعبه ايمن، لكن اللي هو انا ثالث مره بقابلك كسبتني عايز اقول حاجه لا فضل. كنت عايز اقول لك بتحط في بالك او بتحط في اعتبارك نتيجه المشين اللي قبل؟ لا لا خالص. بص يا ايمن كل بطوله وكل مباراه ليها ظروفها، لكن انا دايما بقول كلمه ان النادي الاهلي لما بيخش على بطوله كل احترام لمنافس، لكن ما بفكرش فيه اكتر من اللازم. يعني النهارده انا متاكد مستر موسيماني ولعيبه النادي الاهلي قمه الاحترام لصن داونز، لكن احترام مش خوف، احترام ان انا فريق كبير واخد بطوله قبل كده، لكن مش خوف. النادي الاهلي بيلعب دايما على انا بلعب على مكسب النهارده. هو دايما انا يعني يوم القرعه كان بعض الناس بتتكلم معايا فبقول لهم اللي يقلق اللي هيقع مع النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي مش هيقلق مع حد. النادي الاهلي بيلعب على بطوله، هو سيد افريقيا كلها، فما عندوش مشكله مع اي حد هيلعب مين، لكن دايما احنا بنحب النادي الاهلي في احسن شكل ليه. صحيح. واهم حاجه روحك العاليه قوي في المباراه، ده المهم. لو روحك عاليه في المباراه ايمن انت استعدتها شويه من مباراتين كده، بقيت تحس ان في روح لعيبه النادي الاهلي والشراسه اللي فيها لعيبه النادي الاهلي اذا كانت دفاعيه او هجوميه، انا ما عنديش مشكله ما بقلقش، لكن فنيا انت اعلى، انت فنيا اعلى من اي فريق انت هتقابله. لكن دايما مقلق من حته دخولك المباراه بتاخر شويه. صح. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه طول السنين اللي فاتت، لكن المباراه السابقه واللي قبلها تحس ان انت شخصيتك بدات تاني، دخولك مباراه بقى دخول قوي. النهارده انت مش محتاج حوافز النهارده. صح. انا دايما بقول لك كلمه ايمن، هو تيشيرت النادي الاهلي لوحده كده انت في قمه اكبر حافز ممكن تخيله في حياتك. صح. عشان كده بقول لك النهارده دخولك مباراه لازم تركيز كويس قوي، احترام للمنافس كويس قوي، حاجتين مهمين قوي بتفكر فيهم، ازاي تقدر انت دايما متحكم في شكل وريتم المباراه، والحاجه الاهم كميه اخطائك تقل على قد ما تقدر. لازم طول المباراه يا ايمن الكره تبقى في رجلك انت، اخطائك تقل قوي على قد ما اقدر، مش عايز اضغط نفسي، لان فريق صن داونز فريق محترم. صحيح. واللي انا بتمناه النهارده ان شاء الله، وده اكيد تفكير لعيبه النادي الاهلي ومستر موسيماني، النهارده انا بدور ازاي اجيب هدف واثنين، لكن مش عايز استقبل اهداف النهارده، لان هدف بره ارضك الحسبه بتختلف شويه. صحيح. لكن كل احترام لصن داونز، لكن انا عندي ثقه جامده النهارده ان شاء الله في لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله الحسم هيبقى في 90 دقيقه الاولى اللي هي في القاهره، وفي لسه 90 دقيقه ثانيه في جنوب افريقيا. صحيح. كابتن اسامه، يمكن الفرقتين النهارده بمثابه كتاب مفتوح لبعضهم، يمكن كمان ممكن اللي يصعب المهمه للفرقتين ان كل مدير فني عارف كويس قوي 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 الفرقه اللي قدامه، وعارف ازاي المدير الفني اللي قدامه بيفكر ازاي. دي نقطه طبعا مهمه، ان المدير الفني بتاع صن داونز لعب قدام النادي الاهلي قبل كده كمساعد لمستر موسيماني. مستر موسيماني طبعا ده قعد معاه اكتر من 7 سنين، يمكن مساعد. مستر موسيماني كمان اشتغل مع صن داونز، نقطه مهمه، ولكن تاثيرها في المباراه مش هو الحاسم في المباراه. التاثير الحاسم في المباراه حاله اللاعبين داخل الملعب وقت ال 90 دقيقه الاولى، وثم وقت ال 90 دقيقه الثانيه، الحاله الـ الفنيه والذهنيه والبدنيه وحاله اللعيب وفوقانه داخل الملعب يوم المباراه، ده مؤثر جدا. ممكن جدا ابقى انا فاهم كل حاجه عن الفرقه الثانيه كمدير فني، سواء مستر موسيماني او مدرب صن داونز، واللعيبه تيجي ما تبقاش في يومها يوم المباراه، يبقى كل اللي انا عارفه ده ملوش اي قيمه. فدي نقطه مهمه جدا. ثانيا، عامل التوفيق رغم كل الشغل اللي انت بتعمله وكل الاداء اللي انت بتعمله، احيانا في بعض اللقاءات التوفيق في توقيت الاهداف، التوفيق في وقت انت مثلا تكون مضغوط فيه وانت اللي تروح خاطف هدف، في اوقات كده بيبقى بيحصل بعض التوفيق يعني. لكن الفرقتين كبار، الفرقتين يعتبروا بيلعبوا نهائي مبكر وقابلوا بعض اكتر من مره، والاثنين عندهم لعيبه كويسين قوي،
لكن يمكن انت التشكيل اللي قلته بتاع سان داونز هم تشكيل متلخبط داخل الورقه اللي جات لنا في مراكز كتير متلخبطه، لكن ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن سان داونز نقول المراكز بطريقه باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، يمكن النادي الاهلي النهارده زي ما قال الكابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن شريف بيسعى لتحقيق نتيجه جيده مطمئنه في مباراه الذهاب تطمنه شويه الماتش العوده، وتحط الضغوط على سان داونز ما تحطش ضغوط على النادي الاهلي. اه طبيعي، يعني طبيعي النادي الاهلي النهارده بيدخل مباراه مختلفه شويه عن الماتشات اللي فاتت، يعني النوك اوت مختلف شويه عن الجروب ستيج. يعني انت النهارده ممكن في الماتشات العاديه تستقبل هدف وتكسب 2-3 لان انت بتشتغل على بتلعب على النقاط يعني. انما النهارده في مباراه النوك اوت صعب انك يجي في الجول. زي ما قال كابتن عامر من شويه، الكباتن قالوا انك يجي في الجول في مباراه الذهاب هيصعب عليك الامور بشكل كبير جدا. بتلعب فرقه افريقيه ولكنها مختلفه عن افريقيا شويه، اسلوب لعبها مختلف شويتين ثلاثه يعني. يعني هي ستايل لعبها زي الفرقه العربيه شويه، زي الفرقه بتاعه شمال افريقيا، بتلعب كره سهله، بتحاول تستحوذ، بتوصل للمرمى بشكل جيد جدا. عندهم مميزات وعندهم عيوب، من اهم مميزاتهم الاستحواذ، الانتشار، الكرات الثابته مميزين فيها جدا جدا جدا. عندهم الاثنين السنتر باكس بيشتغلوا كويس قوي في الكرات الثابته، بيسجلوا منها اهداف كتير جدا. اه طبعا أوي. لكن صح. عندهم برضه عيوب كتيره جدا، وعيوب وقفه الكره الافريقيه موجوده عندهم. الكرات العكسيه تمام، التمركز فيها غير جيد، الرقابه غير جيده. عندهم كمان يعني حته ثقه زياده لدرجه التعالي على الكره شويه، في اهداف كتيره اتسجلت فيهم من الضغط. لو الاهلي بيضغط لان هم ما بيحاولوش ان هم يشتتوا الكور الصعبه شويه، هم بيحضروا حتى والكره صعبه بيحاولوا يشتغلوا زي اوروبا بامكانيات مش امكانيات اوروبيه. فبالتالي في حاله الضغط وجات فيهم جولين يعني بالحته دي، يعني تسجل فيهم هدفين من حته الضغط دي، لما تضغط عليهم تقطع الكره تبقى سهل جدا تشتغل عليهم، واحد على واحد برضه سهل انك تسجل اهداف. ماشي. عموما هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار عن احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، يمكن لتاني مباراه على التوالي شايفين استقرار وتثبيت التشكيل من مستر موسيماني لتشكيل النادي الاهلي. هذا كلام مظبوط، يعني هو اللي عارف حاله البدنيه للعيبه وحاله استشفاء اللي هم خارجين من مباراه كبيره لسه من كام يوم، يعني ما جابوش 72 ساعه يعني. انما كل التوفيق للشكل اللي هو احنا فيه، اعتقد احنا ما عندناش احسن من الموجود. يعني كان دايما انا في الماتشات اللي بتبقى على ارضي وبلعب فرق كبيره برضو بطمع كوت باكتر من مهاجم يكون موجود، وكنت اتمنى النهارده ان محمد شريف يلعب على جنب وينزل بواليا كويس يعمل لي حلقه اكتر من فرود. ابص الاقي في النص ده لو ان شاء الله ايمن اشرف او محمد هاني هينجح ان هو يقدر يوصل ويعمل عرضيات بالنسبه للاهلي. فالتواجد والتوازن والتركيز بين اللاعبين واللاعب اللي معاه الكوره لازم يظهر له اكتر من مثلث، بيبقى دايما اكتر من واحد عشان يسهل عليه الدنيا. كل ده مطلوب زي ما الكابتن قاله، الروح هي اللي هتفرضك في الملعب والسرعات بتاعتك. ومش فريق سان داونز يعني عنده ثقه كبيره قوي في امكانياته، وتحس ان هم انا بحترم لعبهم وبحترمهم جميعا، وفرقه الحقيقه شكلها كويس قوي، بس برضه عندهم حته من البطء، حته من التحضير البطيء، عايز يجرجرك ان هو يخليك ياخد الاستحواذ منك، ما يخليك انت اللي متعصب، انت اللي بتستعجل الفوز. انما اعتقد ان امكانيات النادي الاهلي واسلوب لعيبه النادي الاهلي اليومين دول شفناه في الدوري، بيقدر يعمل الطويله، بيقدر يعمل التحضير الكويس، وزي ما احنا الحاله البدنيه تبقى موجوده في الملعب تقدر تساعد اللاعبين دي على الانتشار. وزي ما علي قال لك الباص اهم حاجه، النهارده الباص ما يبقاش مقطوع، ما يبقاش عليك كونتر اتاك، ما يبقاش فيه سرعات عليك انت تهز الديفنس بتاعك ويخليك مستعجل، يخليك بتطفش كوره، يخليك لا، عايزين التركيز والايقاع اللي هو واثق في نفسه زيهم زي الفرقه اللي هي جايه. وبالنسبه للمدرب والكلام اللي بيقوله ده ايمن، طب ما هو كان سان داونز برده لما جام بيجي كان موسيماني بيقعد ويعمل حرب نفسيه برده، ده من حقه وحق مشروع انك انت
تقدر تتكلم فيه، انما النتيجه هي الابلغ رد بتبقى ليك انت النهارده في مباراه اليوم. لكن ان شاء الله احنا كلنا ومصر كلها بتتمنى اكتر من 2-0 باذن الله عشان تبقى رايح يا رب وانت مستريح ومفيش اهداف تخش فيك النهارده. والاهلي باذن الله صاحب شخصيه كبيره جدا في المباراه الكبيره، انا ما بقلقش. انا النهارده لو اقول لك انا بحلم ان الاهلي ان شاء الله هيكسب 3-0 النهارده يا رب. يعني ثقه في امكانيات لعيبه عندي، وفي لعيبه عندي بتظهر في المواقف دي كلهم الحقيقه. الخط الهجومي الامامي انا شايف قفشه النهارده، ما اعرفش يعني قفشه النهارده وحسين الشحات، انا شايف النهارده ان شاء الله هيكون في توفيق كبير باذن الله ان شاء الله ربنا يعين. طب علاء رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي، وخصوصا ان مستر موسيماني مثبت الفرقه بعد ماتش الزمالك اللي فات؟ طبيعي انا عجبني ده التشكيل الامثل من وجهه نظرك. التشكيل الامثل واخر مباراه لعبت بيها ما فيش فيها تغيير كتير جدا، وطريقه النادي الاهلي معروفه ايمن. هو بس طبعا انت بتلعب ايمن اشرف عشان لسه معلول ما رجعش بدنيا كويس، لكن هو خلاص الحمد لله اتمرن مع الفريق ودي حاجه كويسه. لكن تثبيتك للتشكيل حاجه ايجابيه، الناس كلها عارفه طريقه لعب النادي الاهلي، هو ما فيش فيها اي فلسفه. لكن هو دايما انا بقول انك الشكل في الملعب، انك تأدي ازاي في الملعب، شكلك ايه في الملعب. وجود عمرو السليوي والديانج لازم اقول لك النهارده تمركز دفاع كويس جدا، ثقه في نص الملعب كويس قوي. النهارده فرقتين متشابهين في حاجه واحده، اثنين بيلعبوا على استحواذ. النادي الاهلي طول عمره بيلعب على استحواذ، وسان داونز بيلعب استحواذ مميز بالاستحواذ. لكن هو اللي هيفرق واحد عن واحد ايمن كلمه قبل الاستحواذ، الضغط. كرة القدم الوقت في العالم كله حاجتين، خصوصا فرقة كبيرة دي، ضغط واستحواذ. استحواذ ايجابي مش سلبي. النهارده كان بلال كان بيتكلم على فريق سان داونز، كل افريقيا مهما علي مهاريا وشكل فريق، هم في غلطه دايما في الحته الدفاعيه من زماننا، من ايامنا وقبلنا وبعدنا، دايما عندهم مشكلتين، العمق الدفاعي والكور العكسيه. دايما عندهم مشكله دي. والنادي الاهلي في ميزه وعاملها مستر موسيماني، خصوصا في الاثنين الاطراف، طاهر والشحات او اي اثنين بيلعبوا على الاطراف، ما بيلعبوش على الاطراف اكتر، بيلعبوا دايما راس حربه ورا محمد جو. شريف مزبوط. هو دايما مديهم الحريه دي، يعني نادرا ما بتلاقي طاهر على الخط او نفس كمان الشحات، بيديهم حريه التحرك في القلب عشان يبقى عندهم دايما في واحد فاضي. دايما تلاقي النهارده طاهر فاضي وحسين الشحات فاضي، ان هم مش على الخطوط، بيسيب الخط لواحد زي ايمن اشرف وعلى الجانب الاخر محمد هاني، ودي طريقه انا شايف ان هي ناجحه جدا وبتستغل كويس قوي. ويمكن الهدف اللي جابه صلاح محسن في مباراه الزمالك، الراجل المفروض يلعب على الطرف، لا ده نازل هو اللي قطع بقى راس حربه تاني. عشان كده النهارده مهم قوي يا ايمن الحال دي تعمل كتير قوي، خصوصا النهارده مع فريق سان داونز. سان داونز النهارده لو طاهر وحسين الشحات دايما اخذ بين الظهير والمساك، هتلاقي فيه مساحات كبيره جدا، واسهل طريق للمرمى النهارده سان داونز مش على الاطراف، بالقلب. ايوه اسهل واقرب، اقرب طريقه على القلب انك ازاي توصل لمرمى سان داونز عن طريق الاختراق الاختراق الامامي، ودايما على الكرات العكسيه. اكيد مستر موسيماني هو عارف الكلام ده كويس قوي، لكن سان داونز فيه ميزه بره ملعبه جوه ملعبه، دايما بيحب الاستحواذ، وهم عندهم زي كان بيتكلم بلاء قال كلمه حلوه، عندهم ثقه في نفسهم، بس اوقات بتوصل لدرجه الغرور شويه، اللي هو تعالي على الكوره حلو قوي، انا عاجبني حته ان هو مش عايز يطلع الكوره، بس الكلام ده كله ايما هيتعمل وهيبان قوي في حاجه واحده بس، تعمل ضغط عالي كويس قوي. بس ضغط بمعنى كلمه ضغط، اللي هو ما فيش حد بيتاخر ثانيه. مظبوط. في حاله زي كده لا، انت بالنسبه لك هتوصل لمرمى سان داونز بطريقه قصيره قوي ووقت قصير، وانت مش عايز اكتر من كده. الوقت يا ايمن الفرق كلها بتفكر في حاجه مهمه جدا في كره القدم، اقصر طريق نجيب بجول. صح. انا هعمل ايه اما اعمل 10 12 3 4 5 20 نقله بس ما اوصلش الجول، واما اعمل نقله وثاني اوصل، هو ده اللي انا عايزه. ده النهارده لو عملت ضغط عالي وقطعت الكوره هتبقى اقرب فرصه ليك لسان داونز، غير لما تبدا من تحت خالص من عند بنون او رامي ربيعه. عشان كده بقول لك انا مهم قوي النهارده لعبك، يبقى لو هتلعب ضغط وهتلعب النهارده ضغط عالي، ان الفريق ده بيحب يحضر وما عندوش مشكله، هو عايز يظهر ان هو فريق كبير قدام سيد افريقيا، ودي على فكره حاجه في صالحك انت لو استغلتها صح، حته الضغط العالي. صح. فالنهارده ضغط عالي، استحواذ كويس، تقلل اخطائك، اعتقد النهارده بقى عندك فرصه كبيره ان شاء الله تحسم المباراه. معركه نص الملعب لو احنا حسمناها وحطينا ايدينا عليها وكان لينا الافضليه فيها، تفرق معانا في النتيجه؟ بتفرق معانا في كل الماتشات يا ايمن. عايز تكسب اي فريق استحوذ على نص ملعبك دفاعيا وهجوميا. اي مباراه
في افريقيا في الدوري في اي حته طول ما وسط ملعبك دفاعيا وهجوميا كويس انت ما عندكش مشكله. هو الوقت الشغل كله في نص ملعب، الناس بتتفنن الوقت ازاي تعمل زحمه في نص الملعب، استحوذ على الكره في نص الملعب كويس قوي. عمرو السوليه قال ديانج في فورمه ممتازه، بتمنى ان شاء الله النهارده يكمل الفورمه الممتازه اللي هو فيها، يعني بيفرق ديانج في في نص ملعبك دفاعيا وهجوميا، وبيعمل كمان حاجه كويسه جدا حته ما بيستحوذ على الكوره بيمشي بيجري بالكوره، الاختراق الامامي ده بيعمله كويس جدا، فدي حاجه كويسه النهارده بتمنى ان اليو ديانج يعملها كويس. هم لعيبه كوره كويسه، عشان لعيبه كوره كويسه ما ادهمش مساحه وما ادهمش وقت اساس يقدروا يحضروا هجمه. والنهارده هو عايز يبقى دايما الكوره معاه، هو عارف النادي الاهلي بيحب يستحوذ، هو عايز الكوره دايما معاه هو. انت فاقد حاجه النهارده دايما حاجه مهمه جدا، الجماهير. الجماهير النهارده لو كانت معاك كمان في منظر الاستاد تفرق معاك جامد قوي. فهو النهارده ضغط الجماهير هو اتشال من عليه، وهو عارف جماهير النادي الاهلي عامله ازاي ومجرب. صح. عشان كده بقول لك النهارده لازم ضغط لعيبه النادي الاهلي يبقى قوي جدا، استحواذك في نص الملعب يبقى استحواذ ايجابي. صحيح. النهارده هيفرق معاك كويس قوي بعد ما تستلم الكوره، حركه محمد مجدي هو ده المفتاح النهارده بتاع لعبك، لان هو عنده حريه حركه ما بين طاهر وحسين الشحات وعمرو السولية وقال ديانج. بتمنى ان شاء الله النهارده حته الطرف تستغل كويس، وحته الاختراق الامامي تعمل كويس. صحيح. كابتن اسامه، يمكن الكابتن بلال وكابتن شريف والكابتن علاء وضحوا نقطه مهمه جدا، حته الكرات العرضيه، وان الكرات العرضيه بتمثل خطوره على دفاع سان داونز. هل النهارده زي ما كابتن علاء بيقول ان الطرفين بتوعنا سواء حسين الشحات وطاهر بيدخلوا جوه في القلب شويه ورا محمد شريف، هل هيكون في دور النهارده واعتقد ده لازم لمحمد هاني وايمن اشرف في الواجبات الهجوميه، ولا في البدايه على الاقل هيبقى في مرحله جس نبض شويه وقاعدين ورا؟ لا، الطبيعي ان يكون لهم دور هجومي من البدايه. من البدايه انت بتلعب على ملعبك، بتلعب لسه عندك مباراه ثانيه 90 دقيقه، المباراه هنا في القاهره، مفروض انك مش شرط صحيح ان المباراه تتحسم في القاهره، ولكن انت بتلعب على ملعبك لازم تستغل ثقتك. وصحيح ما فيش جماهير، ولكن احساس اللاعب وهو بيلعب في ملعبه بيحس بامان واطمئنان. فاذا ما كانش هيبقى في جراه من ايمن اشرف ومحمد هاني ان يطلعوا ويتقدموا ويساندوا في الهجوم، مش هتعمل كمان زياده عدديه. صحيح. لان زي ما علاء قالوا كباتن، انه من واضح من طريقه لعب موسيماني في معظم الماتشات الاجنحه ما بتفضلش على الخطوط على طول، يعني في فرق كتير تركيز قوي بيبقى على الاجنحه زي حسين الشحات وطاهر، بيلعبوا على الاطراف قوي اللي هي الشكل اللي هو بنقول عليه 4-2-3-1 او 4-3-3، بس بيبقوا واخدين الخطوط قوي طول الوقت معظم ال 90 دقيقه. ده مش موجود، لا بالعكس بيلعبوا للعمق كتير. فاذا ما كانش الباكين يستغلوا دخول حسين وطاهر للعمق عشان يساندوا مع شريف ان هم يطلعوا للاطراف ويعملوا شكل هجومي، هتبقى عندك نقص في الـ في الـ في الـ في النواحي الهجوميه فده الدور الطبيعي مع الدور الدفاعي. ولكن زي ما احنا قلنا، احنا نفسنا نكسب ونجيب اجوان، بس لازم يبقى في تركيز جدا في الخط الخلفي. طبعا. كلنا بنقول مش حابين نستقبل هدف هنا او اهداف هنا، لانه من ميزه فرقه سان داونز غير ان هم بيستحوذوا كويس زي النادي الاهلي لعبهم على الاستحواذ، ولكن عندهم كمان الهجمات المرتده، عندهم سرعات كبيره جدا، عندهم باكين. هما يمكن زي ما قلت لك التشكيل شويه، مورينا اللي هو 27 ده بيلعب ناحيه الظهير الايمن او الجناح الايمن احيانا، وموديبا اللي هو 37 ظهير ايسر، سرعة جدا. وساعات رغم ان هما بيلعبوا على الاستحواذ، لكن كتير بيلعبوا الكرات القطريه من اقصى الملعب لاقصى الملعب عشان يستغلوا مثلا تقدم ظهير او كده، لان هما سرعة جدا الاثنين. وطبعا سيرينو عنده الميزه دي كويسه، انه على قد ما هو بيلعب كتير للاستحواذ والعمق، لكن عنده القدرات وهو والخط الخلفي اللي هو في ريكاردو سانتوس، ده سيردباك اللي هو حاطينه هنا ظهير، لا هو سيردباك اللي هو البرازيلي، هو وموسى ليبوسا عندهم برضو بيعملوا الكرات القطريه العكسيه دي ورا الباكين لما بيكونوا متقدمين، وعندهم سرعات. فلازم يبقى في تركيز كويس من بدر بنون، من رامي، من واحد من الديفندرات في وقف اللي هي الكرات الخطيره المرتده من السرعات اللي بتحصل
في انطلاق الباكين او الاجنحه بتاعتهم لانهم عندهم الميزه دي. فعلى قد ما انت عايز تهاجم جامد وعايز الباكين يطلعوا وعايز تجيب اهداف، ولكن لازم يبقى في صحصحه جامد جدا في الخط الخلفي في سواء في الهجوم المنظم طبعا او الهجمات المرتده تتعطل باي طريقه، لان هم مميزين في الجزئيه دي. مين من لعيبه نص الملعب ورا اللي يكمل ويؤدي الدور الهجومي، ومين اللي يقف ورا يؤدي الدور الدفاعي؟ عمرو السوليه ولا اليو ديانج؟ لا هو هم معظم الماتشات بيعملوها بالتبادل. يعني نادرا ما شفنا انه حد فيهم، يعني في فرق بيبقى اللي هو رقم ستة ده هو المدافع مدافع قدام على الدايره وما بيتقدمش خالص. لكن عند في النادي الاهلي فيها تبادل، يعني احيانا بتلاقي ديانج بيكمل، احيانا هو اللي بيوقف وعمرو السوليه هو اللي بيتقدم مع المهاجمين. فدي فيها تبادل شويه بين عمرو السوليه وديانج. ايا كان واحد فيهم لازم يبقى زايد مع مجدي قفشه والمجموعه اللي قدام، ولكن في واحد لازم يبقى عامل الاتزان زي ما قلت لك. برده زي طول ما انت بتهاجم برده لازم يبقى واخد بالك من المواقف الدفاعيه والمهاجمات المرتده وتعطيل اللعب والجزئيه دي، لان الفرقه 11 لاعب وكل واحد ليه ادوار. فما ينفعش كله يندفع بدون تركيز ولا العكس، ولا ان احنا نبقى خايفين ان احنا مش عايزين نتقدم. صحيح. فهو في توازن طبعا لازم يبقى حاصل، لكن نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يعمل ماتش كويس. اعتقد هم بيلعبوا 4 3 3 اقرب 4 3 3 هو مثل مع مستر موسيماني كانوا بيلعبوا 4 2 3 1 في معظم الماتشات، لكن انا اعتقد ان هم دولت 4 3 1. وريفالدو كوتزي ده رقم 13 اعتقد هو الوسط الارتكاز، وريكاردو دوس سانتوس وموسى ليبوسا هم قلبي الدفاع، وموديبا وموريني مورينا 27 هم الظاهرين يعني. وقدامها تلاقي جاستن سيرينو وشلاولي ومابوي اللي هو 28 هم حاطينه هنا ديفندر، هو بيلعب في الخط الامامي يعني. فانا اعتقد هم اقرب ل 4 3 3، ولكن برضو هنشوف في الملعب ممكن احيانا بتلاقي المدير الفني بيبقى ليه تغيير في فكره انه يلعب 3 في العمق يمكن، لكن الاساس ان هو بيلعب 4 3 3. كابتن بلال، يمكن وحضرتك كنت هداف، استغلال انصاف الفرص في المباريات اللي زي ديت يمكن بيبقى عامل مهم جدا 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 في حسم المباراه، وخصوصا في مباريات الذهاب. طبعا انك تسجل اهداف من الفرص المتاحه ده شيء جيد كويس. لكن انك تصنع الفرص وتسجل منها اهداف ده شيء يعني مهم جدا في الماتشات اللي زي كده كويس. يعني كلمني عن دور خط الوسط الامامي والهجوم في النواحي الهجوميه وخلق الفرص. طبعا بص، في مهمه يعني مطلوبه من اليو ديانج. اليو ديانج من اللعيبه اللي بتعمل التحول السريع من الدفاع للهجوم، اللي يقدر يعملها وعملها في ماتشات كتير قبل كده، وقدر يصنع منها فرص، والنادي الاهلي سجل منها اهداف. عنده دور مهم جدا جدا النهارده اليو ديانج، لانه هو اسرع شويه من السوليه، بيعرف يعمل الحته دي بشكل كويس قوي. النهارده انت بتلاعب فرقه يعني زي ما قالوا الكباتن بتحب تستحوذ بتنتشر، هم المميزات اللي عندهم على اطراف الملعب. القلب عندهم ضعيف شويه، يعني انا اتفرجت لهم على ماتشات دايما عندهم حته القلب ضعيفه شويه، واحنا النادي الاهلي القلب عنده قوي جدا. بدر بنون لعيب جيد في القلب، اليو ديانج السوليه لعيبه جيده في القلب، مجدي قفشه ومحمد شريف دي لعيبه بيتميز بيها النادي الاهلي. فزي ما قال كابتن علاء، الاختراق من العمق هو ده اللي ممكن يبقى ده الفاصل في مباراه النهارده، لان انت بتلاعب فرقه كل مميزاتها بتشتغل على الاطراف، بتحاول ان هي تحضر وتلعب ناحيه الشمال، تلعب ناحيه اليمين، الكرات العكسيه اللي قالوا عليها الكباتن اللي هي اللونج بول اللي من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين دي بيجيدوها خاصه في المباريات اللي بره ملعبهم. هم النهارده بره ملعبهم ممكن يبقى عنده شويه تحفظ في الاستحواذ، لكنه هيستغل كل كرات طويله حتى في مباراتهم الموسم الماضي السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي هنا في القاهره، يقطع الكره كابتن وعلى طول يلعب على سيرينو ناحيه الشمال على طول بيشتغل عليه. وتلاقي الفرويد مابوي مكمل معاه، ويبقى اثنين دايما على اثنين على ثلاثه او اثنين على اثنين ثانيه في المباراه. كل بص في معظم المباريات كابتن ثانية. الراجل راح طبعا في كل المباريات اللي بره ملعبهم بيشتغلوا على الحته دي وبيشتغلوا عليها بشكل كويس جدا جدا جدا. النهارده مطلوب من شريف التركيز بشكل كويس، فرصه لشريف النهارده، لان انت برده مش هتلاعب فرقه بترجع لورا ما بتدافعش من 18، بتدافع من قدام شويه. فالنهارده اللونج بول اللي بيشتغل اللي بيلعب عليه عمرو السوليه ده مهم جدا جدا النهارده. الربط اللي اتكلمنا عليه واتكلمنا عليه مباراه الزمالك، عمرو السوليه لعبها لصلاح محسن، التوقيت والربط مهم جدا 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 النهارده. حلو. مهم قوي يشتغل عليه. ماشي. دور بقى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، والايجابيه لازم تكون
اعلى من كده شويه. شوف حسين الشحات المباراه اللي فاتت واللي قبلها اثنين على ادائه، بيجري كويس في الملعب، ساعد زمايله، عمل بساط يعني، عمل اسيست في المباراه اللي قبليها، اشتغل بشكل كويس. ولكن انت كدورك انت مهاجم ثالث بتعتبر، انت في لغه الكوره في 4-3-3 او 4-2-3-1 تمام، انت النهارده بقيت مهاجم، فدورك انك تسجل اهداف مش بس انك تصنع. النهارده حسين الشحات من اكتر اللعيبه اللي بيتخلق لها فرص، هو ممكن يكون بيخلق الفرص بالتحرك القطري بتاعه. صح. يعني هو بيشتغل في الحته دي كويس قوي، يعني بيبص وبيربط مع السوليه وبيربط مع باك الطرف وبيشتغل في الحته القريه دي بشكل كويس. بس لما تشتغل وتتاح الفرصه ما ينفعش ان انا ما تتحملش في بعض الماتشات، ما تتحملش ان انا اضيع في بعض الماتشات، لازم اسجل، لازم يبقى دي الفرصه الوحيده بالنسبه لي. الشحات بيأدي بشكل كويس، مجهود عالي، لكن مطالب ان هو يستغل كل الفرص اللي بتتاح لي في كل في الماتشات، خاصه الماتشات المهمه والكبيره. النادي وكذلك طاهر محمد طاهر، طاهر يعني اثنين على ايجابياته الفتره اللي فاتت، الماتشين اللي فاتوا، مطالب برضه ان هو يبقى ايجابي اكتر من كده. النهارده انت بتلعب، انت بتعتبر بتلعب 4-3-3، انت مهاجم صريح يعني طاهر. صح. والشحات في حكم المهاجم الصريح. مزبوط. الطريقه دي في اوروبا الناس دي اللي بتسجل، مش المان تارجت، مش رقم 9. صح. مش محمد شريف. في الطريقه دي التحرك القطري بتاعت اللعيبه دي بنزول شويه محمد شريف يقدر يخليك توصل للجول بشكل سهل جدا. مزبوط. بشكل مميز جدا. فالنهارده مطلوب من حسين التحرك القطري، مطلوب من طاهر التحرك القطري، مطلوب ان هم يجسفوا شويه على الجول. واحد ضد واحد مهمه جدا في المباريات اللي زي دي. الفرق الكبيره يا كابتن ايمن لما بتشتغل، لما بتلعب فرقه كبيره قصادها، اللي بيمسك ويمتلك الملعب في البدايه هو اللي بتكون ليه الغلبه طول الماتشات. الافضليه. مظبوط. لان خد بالك انت ما بتلعبش فرقه صغيره، فهي نازله هتلعب زون ديفنس، فانت طول الماتش عارف انت هتشتغل ازاي. أيوة. لا، لما بتلعب فرقه كبيره خلاص اللي بياخد المبادره في الاول، اللي بيضغط في الاول، اللي بيسجل في الاول، الفرقه الثانيه حساباتها يعني بترتبك شويه. النهارده لو سجلت هدف من بدري انت بتلعب فرقه كبيره، هو الفكره بالنسبه له انه عايز يسجل، هو كمان عايز يتعادل، مش عايز يخرج النهارده خسران، فيبقى الملعب مفتوح بالنسبه لك، فتقدر تسجل هدف واثنين وثلاثه وتتاح ليك فرص كتيره. فالنهارده لعيبه النادي الاهلي الخط الهجومي مطالب اي فرصه يعني تبقى متاحه للتسجيل انك تسجل، لان لو سجلت هدف بدري الماتش هيتحول تماما، هيبقى ماتش مختلف، هتبقى بتلعب جيم مفتوح. صحيح. هيبقى انت بتلعب جيم في توازن، في بالانس، وهم بيلعبوا جيم مفتوح، هيبقى عندك مساحات كتيره جدا في الملعب تشتغل فيها وتتحرك فيها. في تغييرات طبعا هتبقى الشوط الثاني هيبقى ليها دور ايجابي، ولكن كل اللي انا عايز اقوله ان الخمسه اللي قدام لعيبه النادي الاهلي مجدي قفشه والاربعه اللي قدامه مطالب جدا 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 منهم وبشكل كبير الضغط على طول، ان النهارده مش جيم انك تلعب ترجع لنص الملعب وتشتغل وتستنى وبعدين تطلع، لا، النهارده مطالب انك تضغط من بدايه المباراه اتليست في اول ربع ساعه ثلث ساعه، لازم تخوف الخصم اللي قدامك. وحاجه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، المباراه 90 دقيقه. مظبوط. المجازفه غير مطلوبه، يعني ان انا مثلا النهارده اجي في وقت من الاوقات الاقي 7 8 قدام وعندي مساحات في لا انت بتلعب ماتش 180 دقيقه في ماتش ثاني. ايوه انا بقول لك بتلعب النهارده وفي ماتش تلعب ماتش 180 دقيقه. فعايز اقول ان انت وارد انك تتعادل، وارد تتعادل النهارده وممكن تكسب هناك، يعني ده وارد في كره القدم. فمش عايز اقول المجازفه الغير مطلوبه تمام، يعني هتبقى هتخسر الاهلي النهارده. فالنهارده مطلوب انك تلعب بتوازن لحد الدقيقه 90. انا ممكن يا كابتن ما اسجلش النهارده بس ممكن اسجل هناك. فعايز اقول بالتوفيق للنادي الاهلي طبعا يا رب. واتمنى يعني يبقى حاله اللعيبه تبقى جيده طول المباراه النهارده ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، وان شاء الله كمان التاريخ ينصفنا كالعاده في المواجهات مع الانديه الجنوب افريقيه. كابتن شريف، يمكن في تساوي او تشابه في جميع الارقام حتى هداف الفريقين. هداف الفريقين يمكن محمد شريف عندنا جايب 3 اهداف، وبيتر شالوليري عندهم جايب 3 اهداف. صناعة الأهداف برضو محمد شريف 1 وبيتر 1. نسبة التمريرات الصحيحة يمكن يتفوق فيها محمد شريف بعض الشيء، محمد شريف 83% وبيتر 75%. النهارده أنت بتتكلم بلغة الفراودة، بلغة أيوة. الأرقام، بلغة الأهداف. أيوة. ودي أهم ما هي في دور الثمانية. الشكل اللي هو الاجنبي اللي عندك اللي هتوفر لمحمد شريف، وهناك اخطر ما عندهم اطرافهم. اطرافهم سريع جدا، عشان كده انت كنت بتكلموا على طاهر وحسين شحات، عندهم دور توازن دفاعي هجومي النهارده كبير جدا. كويس. فالمباراه مش سهله يعني، المباراه صعبه جدا، فيها توازن بس يبقى في ايه ثقه لعيبه النادي الاهلي، يبقى عندها ثقه في امكانياتها، عندها ثقه في ادائها والتمريرات، التحركات، كل الفرص اللي جات لك الماتش اللي فات ما عن طريق محمد شريف من العمق، ولما نزل صلاح محسن كانت من العمق، وكان عند
بس اهم حاجه في اللعيب ابلال اهم ما بيجيب جوال عنده محضر نفسه هو عامل بلان لنفسه في الملعب يعني انا جاي لي الكوره بفكر لو الكوره جت دلوقتي انا هاخد واحد واثنين او هرقص الراجل ده او هشوط او هحضر خد بالك وبتحركك يعني كمان انت مش عايز اقول لك بتدي مسج كده لزميلك انك يبصيلك في الحته يعني ساعات كده تبقى انت بتتحرك تحركات تجبر لعيب خط النص مثلا او تجبر البلاي ميكر انه يحط لك بتتكلم على حسين الشحات كويس ايه ميزه حسين الشحات بيسرق الناس عن طريق محمد شريف وعن طريق طاهر محمد طاهر والدخول اللي هو القطعي اللي هو بيحتلوه من لعيبتك اذا كان في كره طويله شفناها قبل كده جبنا جولين في قصدك عن طريق تحركاته وفي امبي برضه كان في امبي عملها في والتحركات هي اللي عملت لسوليا اللونج باس اللي اتعمل راح على الجول ده مش عيب ابدا زي ما انت علاء قال وكلكم قلتوا مش انا مش هقعد 12 تمريره عشان تقول لي انا بستحوذ وبستنفذ قوه المنافس اللي قدامي بحسس المنافس ان انا واقف على رجلي وعندي ثقه في امكانياتي وعشان انما الثقه في الرؤيه الثقه في كشف الثغرات اللي موجوده في فرقه سان داونز النهارده فالنهارده انت تمسك الراجل اللي اسمه شلاو لو ده ولا معرفش ايه ما يلمسش الكوره شالولي بمناسبه الكورونا دي ولا انا عارف شالوه ليلي شالولي ليه ده النهارده ما يمسكش الا ده النهارده ما شالوش حطوه النهارده ده العدو الاول بالنسبه لي الراجل اللي اسمه سيرينيو ده مع عم محمد هاني ما فيش ما في ضغط النهارده في قوه في صلابه في الالتحام كل ده هم هيحسوا بيك هيحسوا ان هم مش جايين في نزهه مش جايين برازيل افريقيا زي ما بيقولوا انتوا لعيب محترم وكل حاجه واحنا وانا الحقيقه لما بيقولوا لي على سان داونز وانا بطلع اقول بكتب كده حاجات على بتاع سان داونز يا رجاله ايه يعني يعني احنا عشان ناخد البطوله ما انت لازم تلعب سان داونز وتلعب الوداد طبعا السنه فاتت تلعب الزمالك لو كان موجود واحنا كسبناهم اكتر ما هم كسبونا واحنا كسبانينهم واحنا البريمير كسبناهم مره واحده بس هو كسبوك مره واحده بظروف كمان يعني انت كان ليك سبق التهديف هناك لو كان اجاييه وليك ضربه جزاء هناك كمان ما اتحسبتش لو انت كنت سجلت هدف هناك بدري او اتنين هيحسوا بالامتصاص اللي انت بتشوف فرقه افريقيا كلها واحنا زي ما بنقول الديفنس بتاع اي فرقه في افريقيا ما بيقفش وعندهم عنجهيه وعندهم شكل هل انت هتستغل الحاجات دي النهارده اللي كنت انت بتكلمني على محمد شريف او طاهر محمد طاهر ومجدي قفشه وحسين الشحات هو ده الاستغلال النهارده انت عندك ال 90 دقيقه ملكك النهارده تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه تقدر تجيب تشوط عايزين نتكلم عن السوليه وهو بيشوط عايزين نتكلم عن اي حد بيفكر في الشوط ما هو الشوط ده حل كمان عندهم حارس مرمى عالمي بيطلع يجيب العاليه وبيطلع يعني لازم احنا نبقى متوازنين وعارفين الثغرات شكلها ايه يعني انا لما في كوره بتتشاط على حارس مرمى لازم انا بعمل فولو صح افكرك بنفسك كل جوانك فولو مظبوط طب بتقطع فيه ولا خالص بتقطع فيه اسامه بقى بيحن عليك ويعمل لك بتقطع فيه ولا كل جوانك فولو انا بكرهه اصلا بيقطع فيك على طول بيبص لي وانا بلعب ويجيب لي شد واطلع وهو ينزل ويكسب الفرقه ببقى مش طايق بس خد بص يا كابتن في نقطه مهمه جدا النهارده قيمه اللعيب يا بلال في شخصيته عارف يا كابتن انت برضو بتلعبهم وانت بطل افريقي فدي برضو تقلق الفرق اللي قدامك شويه هو مش شايفك في الدوري يعني ما بتفرجش مش قاعد بيتفرج عليك في ماتشات الدوري مثلا انت قليل هنا وحش هنا هنا اداك كسبت بالعافيه الاداء هنا ما كانش جيد هو بيشوف ان انت بطل افريقيا الموسم النسخه اللي فاتت فبالتالي عنده برضو قلق الان منك حسابتي الان منك فدي لازم هو عنده غرور عليك انت طالع سكن التاريخ والاسم مقصودش انا هو عنده غرور عليك اكتر فرقه انت دايما بتفكر في النسخه اللي خايفين منك طبعا انت بتفكر في النسخه اللي قبليها انت النسخه اللي قبليها الاهلي والبطل في معاني نفسيه النهارده في المباراه بالنسبه للمدربين الاثنين مع بعض تاني حاجه هو شايفك طالع سكن في المجموعه بتاعتك شايف هو شايف ان هو واقف على رجليه وواقف شايف عنده ريفنج زي ما اسامه بيقول لي بس عارف برضه ان النادي الاهلي برضه بس اسامه بيقول لي انا كسبانه على طول ما عنده ريفنج قوي جدا ان هو السنه اللي فاتت انت اللي مخرجه بعد ما كان عنده شخصيه البطل برضه فعنده مدرب بتاعهم المدرب بتاعك النهارده في سيكولوجيه الماتش كله تتحدد في النتيجه ان شاء الله يبقى لك النهارده التوفيق يا رب في ترجمه الاهداف اللي ايمن بيتكلم عنها بالنسبه للعيبه بتاعتنا يا رب ان شاء الله كابتن علاء هنشوف ماتش قوي من البدايه ولا هنشوف ماتش مقفول ويغلب عليه النواحي الخططيه والتكتيكيه خاصه من جانب سان داونز ما هو يبقى مقفول ده طبيعي من جانب سان داونز مش هيجازف هيفتح لك الملعب من الاول اكيد بس هو المدير الفني في تصريحاته قال عكس كده خالص سيبك تصريحات بص يا كل مدير فني بيقول تصريحات هو عايز يوصل تصريحه لكن
هو هيلعب ازاي، متكلم مع فريقته ازاي، كويس عارف هيلعب مين. يعني الناس بتتكلم على صن داونز وبيقول عشان النادي الاهلي، اللي بيسمع اسم النادي الاهلي في افريقيا بيقلق قبل ما يجي يلعب. ايوه مع احترامي الكامل لكل الفرق حتى لو واخده البطوله، لكن انت عارف علاء النهارده لو معانا جمهور انا قلتها ولا الجمهور بس خلاص اتعودت على كده. لكن هو اسم النادي الاهلي في افريقيا كفيل اللي هو يقلق اي فرقه مهما كانت قوتها، وصن داونز مش من الفرق اللي هو جاي قلقان لدرجه الخوف. معايا ايمن؟ هو جاي عارف هيلعب الاهلي، فهو محترم نادي الاهلي وتاريخه ولاعيبته ومديره الفني. لكن هو النهارده مش هيلعب لك، مش هيلعب جيم مفتوح. هو ممكن في اول كره لو هو اللي معاه الكره النهارده ممكن يعمل كره طويله ويروح ضغطك على اساس تبقى رساله كده ان انا ضغط عليك من الاول. لكن هو عارفه كويس وعارف مفتاح لعبك. بص ايمن، الفرقتين دول معروفين لبعض كويس قوي، مفيش فرقه دلوقتي في العالم مش معروفه للفرقه الثانيه. لكن دايما اللي بيفرق اداء لعيبتك في الملعب، انت معرف لعيبتك على ايه، محافظهم ازاي، ازاي هتخترق الفرقه دي. هو الكلام ده اللي بيفرق في الملعب. لكن كل الفرق معروفه لبعض 4-3-3 4-2-3 اي طريقه والافراد معروفين. وهو زي ما انت اتفرجت عليه، هو اكيد متفرج على اخر 3 ماتشات ليك في الدوري اذا كان بلال بيتكلم دلوقتي. لكن هو مش بيحسب النادي الاهلي شكله ايه في الدوري او شكل لعيبته ايه. هو عارف النادي الاهلي في افريقيا الموضوع مختلف تماما. هو جاي النهارده يهمه في القاهره اقل خسائر، وبيطمع في حاجه واحده بس، يجيب جول. يجيب جول. هو دايما يا ايمن الفرقه الكبيره والفرقه بتلعب على بطوله ده تفكيرها. هو النهارده مش مثلا فريق زي سيمبا عايز يأدي مع قدام البطل لا 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 لا. هو عارف ان في النهارده 90 دقيقه وفي في جنوب افريقيا 90 دقيقه، فهو بيلعب على مباراتين مش مباراه واحده. صح. هو نفس زي انت بتفكر هو بيفكر، هو واخد البطوله قبل كده. مزبوط. وعنده ثقه كامله في لعيبته زي ما الكابتن شريف كان بيتكلم دلوقتي، وهم عارفين جايين بيلعبوا مين، ومش خوف لعيبه النادي الاهلي، لكن احترام. اهم حاجه تحترم فريق منافس. والكذاب بقول لك النهارده كل الكلام اللي احنا قلناه ده والناس بتقوله في كل القنوات جميل، اللي هيفرق حاجه واحده بس، حكم هيصفر شكلك هيبقى عامل ازاي في الملعب. صح. اداء لعيبتك ازاي، كل مدير فني هيبان هو عايز المباراه. مستر موسيماني عايز زي ما كابتن بيتكلم بقول له وبلال عايز هدف بسرعه، هدف مبكر. بدري. مزبوط. هدف مبكر. مزبوط. ممكن صن داونز يحتفظ بشكل لعبته شكل طريقته، لكن انا عايز هدف هيهديني انا ابدا ادور على الهدف الثاني وابقى طماع والثالث. ثقه كمان. اكيد طبعا. فهي دي اللي هتفرق. هو كل لعيب يعني هو كل مدير فني عايز يوصل الثقه للعيبته ده قبل المباراه. اللعيب بقى في الملعب عايز ياخد الثقه لنفسه هو في تسديده، في تمريره كويسه، في توقيفه كويسه. بس دايما ابدا المباريات دي بهدوء، دايما ما افقدش الكره في اول باصتين ثلاثه، ودي حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه قوي. واحد زي محمد شريف النهارده او حسين او طاهر اول فرصه وهي جايه كده دي فرصه المباراه، هتلاقي الموضوع مختلف خالص. حضر نفسه بالظبط فرصه المباراه دي البطوله. استغلال اول فرصه مهم جدا هتديك هتديك فرق كبير قوي يا ايمن، خصوصا محمد شريف. وغالبا اول فرصه دايما بتيجي لواحد زي محمد شريف، لحسين او طاهر، هم اقرب دايما للمرمى. والنهارده انا متاكد منه مستر موسيماني هيلعب على حته العمق اللي بين المساكين مع محمد شريف. مزبوط. اللي انت بتجيدها كويس قوي في ماتشات الدوري بتعملها بامتياز، تحرك مع محمد شريف دايما، وشفناها مع احمد نبيلو عملها له كويس جدا في وقت المباراه، ايمن اشرف عملها معاه مع لولا لما كان موجود. فهي طريقه هو محمد شريف متعود عليها، فمش هتبقى غريبه عليه النهارده. لك عليا فاكر انت كنت بتكلمني على حاجه قبل كده اسمها كبرياء الاهلي. بالظبط. اللعيبه دي هتستفزك النهارده بتاعت صن داونز بامكانياتهم، هيستفزوك اللاعب المصري والاهلي علاء. صح. عنده الحته دي هيطلع الكبرياء ان شاء الله. مستأذنكم نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه على التليفون ويقول لنا هناك اخر الاجواء قبل بدايه المباراه. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا فاروق. طيب هنرجع لفاروق مره ثانيه. كابتن اسامه يمكن اتكلمنا على طرق اللعب وكلمنا على التشكيل. طيب طرق لعب الفرقتين النهارده هل هتتغير بتغير سير المباراه والنتيجه، ولا هيفضلوا الفرقتين زي ما قال الكابتن علاء كده هو متوقع ان صن داونز ما يغيرش اسلوب لعبه ولا طريقته مهما كانت نتيجه المباراه؟ طريقه اللعب اولا بصفه عامه يعني مش على صن داونز والاهلي، مش هي اللي بتكسب. يعني في فرق تلعب 4-2-3-1 وتجدها، في ناس بتلعب 4-3-3 وتجدها، في ناس بتلعب 3-4-3 وتجدها، في ناس بتلعب 5-3-2 وتجدها. كويس. المهم
ما يقوم به اللاعبين داخل الملعب وتنفيذ فكر المدير الفني واقصى حاجه من امكانياتهم بتطلع في الطريقه. يعني انا في ناس اصلها مهووسه بموضوع طريقه اللعب، وكان ان انت لو ما لعبتش بطريقه اللعبه دي يبقى انت هتخسر، او اللي بيلعب بالطريقه دي لا، طريقه اللعب هي وسيله انك تطلع احسن حاجه من لعبتك. يعني كل فرقه بيبقى ليها احسن اسلوب تقدر تلعب بيه. كل مدير فني هيلعب بطريقه طبعا في بدايه اللعب، ولكن ممكن جدا نتيجه المباراه تاثر على تغيير احيانا افراد انه ما يغيرش طريقه اللعب، واحيانا يغير طريقه اللعب، لكن الطريقه عامه بتبقى ثابته، ولكن من خلالها بيبقى في خطط بقى جوه الطريقه هي اللي انت شكل مثلا 5 3 2 او 4 2 3 1 هي شكلا على الورق، لكن انت اثناء اللقاء فيها خطط كتير من داخلها بتحصل. انت بتلاقي ساعات احيانا اتنين بس مدافعين ورا وسته في الهجوم، يعني الشكل بس في الطريقه بيبان اكتر ساعه الدفاع، لكن اثناء سير المباراه الطريقه بتتغير داخل الملعب. وبعدين انا ممكن اغير الطريقه كمان خالص لو بتحصل نتيجه انا مش متوقعها. احيانا في واحد بيلعب مثلا 4 2 3 1 وبعدين خسر وناقص مثلا 10 دقائق تلاقيه غيرها مثلا ل 4 4 2 يروح منزل راس حربه تاني. فانا اقصد انت مش هتقدر تخش داخل دماغ كل مدير فني بالظبط هيعمل ايه لو النتيجه تغيرت. انت ليك شكل ثابت كطريقه، ولكن ممكن نتيجه اللقاء تخليك تغير في طريقه اللعب. طيب تعال نروح بقى لزميلنا فاروق صلاح، رجع لنا مره تانية على التليفون. مساء الخير يا فاروق. كابتن ايمن وكل التحيه لضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كلمني عن اجواء عندك يا فاروق قبل بدايه المباراه مباشره. يعني خليني من البدايه اقول لك يا كابتن ايمن، يعني في يعني تشديد تام على الاجراءات الاحترازيه وعدم تواجد الجمهور والتباعد الاجتماعي، ومراقب المباراه احمد ابو بكر ومراقب الكاف ايضا بيشدد على هذه الامور مع كل فرد موجود في ارض الملعب، سواء البعثة يعني الجانب الاعلامي الصحفيين الزملاء الصحفيين او الاعلاميين وايضا الافراد الموجودين. اقول لك ايضا ان مجلس اداره الاهلي بالكامل موجود في المقصوره الرئيسيه، والدعم الموجود والاحاديث ما بين يعني اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وبعض الجماهير الموجوده، يعني حس اللاعبين والرسائل كلها، حاله الشغف اللي عند الجمهور من اللقاء النهارده. ايضا يعني كان في احاديث جانبيه ما بين المجموعه اللي هي خارج المباراه النهارده، كابتن ايمن محمود متولي واحمد نبيل كوكا ومروان محسن وناصر ماهر، يعني الاربعه كانوا قاعدين بيتكلموا مع بعض وكانوا واقفين في يعني في تشجيع لايضا اللعيبه الموجوده في ارض الملعب. لدى نزول لاعبي النادي الاهلي لارض الملعب كان في تبادل السلام ما بينهم وبين لاعبي صن داونز، يعني توجه لاعبي النادي الاهلي للاعبي صن داونز وايضا سيرينو، يعني اذا راح توجه للجهاز الفني للنادي الاهلي كيبي وموسي وكيفن جونسون وسلم عليهم. لقاء عنوان الروح الرياضيه كابتن ايمن، الروح الرياضيه عنوان اللقاء مصطفى شوبير ومع محمد الشناوي، وقف اجتمع بيهم مستر ميشيل يانكون ووجه بعض التعليمات لمحمد الشناوي. ان شاء الله واحد من اللعيبه ان شاء الله اللي يكون قادر النهارده على الحفاظ على شباك النادي الاهلي. جميع هنا طبعا انت عارف احنا قاعدين في المدرجات، الجميع يعني النقطه الاهم ان احنا مش عايزين نستقبل اي اهداف في هذا اللقاء، ان شاء الله نقدر نحقق هدف واثنين وثلاثه ان شاء الله النهارده. الجماهير كلها واثقه، يعني اقول لك لبعض الجماهير الموجوده هنا واثقه جدا في جماهير النادي الاهلي، شايفين ان المباراه 180 دقيقه ولكن ال 90 دقيقه الاولى بيتوقف عليهم امور كتير جدا، ولكن لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله قادرين على تحقيق الانتصار باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن بلال، اخيرا توقعاتك لسداد الشوط الاول. انا اتمنى الشوط الاول يبتدي ضغط من لعيبه النادي الاهلي في كل مكان. لا احنا كلنا نتمنى كلنا نتمنى غير التمني. احنا بقول لك توقعاتك للسيناريو الشوط الاولاني بلاش تمني. هل هنشوف ضغط من الفريقين والماتش مفتوح؟ انت بتقول اللي انت عايزه، اللي انت تتمنى انك عايز احنا كلنا نتمنى تشوف في الملعب. عايز ضغط،
في كل مكان. تتوقع يعني قبل ايه؟ اتوقع كده يا كابتن. تتوقع ان شاء الله؟ اتوقع في البدايه الاهلي يضغط في بدايه في الماتش يضغط على فرقه سان داونز. هو عارف اكيد زي ما احنا اتكلمنا وعارفين عيوب فرقه سان داونز، اكيد طبعا مستر موسيماني هو يعلم جيدا اكتر مننا كمان عيوب فرقه سان داونز، عارف ان هم تحت الضغط بيفقدوا كتير جدا جدا من امكانياتهم، لان انت دايما الفرقه الكبيره لما بيتضغط عليها هي الفرقه الكبيره يعني بتتميز بالاستحواذ، بتتناسب بلاد الكوره، بيخرجوا كلهم كتيم واحد مع بعض. فالنهارده لما تضغط عليها، لما تضغطهم في بدايه اللقاء او تضغط عليهم، هتفقدهم الحاجه المهمه بالنسبه لهم الا وهي الاستحواذ ونقل الكوره بسهوله، وان اللعيبه اللي عندها مهاره تقدر تشتغل. صحيح. لو عملت كده في بدايه اللقاء، وانا اتوقع ان مستر موسيماني هيشتغل بالشكل ده، هتقدر توصل للجول بسرعه، هتقدر يعني تقفل على مفاتيح اللعبه بتاعتهم، لان هم مش هيبقوا عندهم فرصه ان هم يستحوذوا ينقلوا الكوره بسهوله، هتبقى دايما عندهم في منطقه الجزاء، هتقدر تستغل عيوب الاثنين السنتر باكس اللي موجودين، لان هم مش لعيبه كوره، ما بيعرفوش يلعبوا كوره كويس. لما بيبتدوا يبقى عندهم حته الانا ويباصوا، بيباصوا في العمق على فكره مش على اطراف الملعب. أيوة، وتقطعت منهم مرتين وتسجل فيهم هدفين في الحته دي. فالنهارده لو ضغط وافقدتهم الجزئيه دي، اعتقد الاهلي هيبقى قريب جدا لتسجيل الهدف في الشوط الاول كمان. ولكن هم مش هيبداوا ضاغط على النادي الاهلي. لا بص، انا اتوقع ان هم يعني في بدايه الماتش هيبتدي من نص ملعب ويشتغل على السرعات لعيبه الاطراف، يشتغل على مهاراتهم والسرعات بتاعتهم والانطلاقه بتاعه الثلاثي اللي موجود في الخط الامامي. صحيح. كابتن شريف، هنشوف اهداف مبكره ان شاء الله لو ضغطنا زي ما بنقول. توقعاتي باذن الله ان شاء الله. لازم باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء، متوقع ان شاء الله في اهداف مكرر للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن اسامه، ان شاء الله في اهداف ان شاء الله. كابتن بلال، متوقع يا ريت باذن الله. ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا.